طيبين الله يس الله طيب هذا بده الخروف كيف حالك طيبين ايش اخبارك طيبين الله يسلمك يا مرحبا كيف حالك والنعم كيف حالك طيبين الله طيبين ايش اخبارك الله يسلمك بارك فيك لا اله الا الله اكبر اللهم صل على لا والله وقف ايه وقف ليش شرق الرياض في مطر في العصر اي لا في الارموك في مطر والله خفيف مو مطر وجيت هناك لا وقف خلاص افا شيء طبعا افا افا على من يعني افا على السحاب ولا على المطر ولا على الاجواء الطريق يقول ليش وقف ها ليش وقف الطريق الحين قرق ما في شيء ما في شيء الطريق ما في شيء انت وش شافك صغيره ولا كبيره صغيره صغيره لا يمكن ما هي صغيره يحس المطر اي صح كبيره ما يحس سياره مرتفعه الله يجزاك خير ان شاء الله يا رب الله يجعله خير وبركه يقيم الصلاه دام الشيخ موجود من يبدأ؟ الشيخ متى إقامة الصلاة ما تبلغ والله ما أدري قال صلي ركعتين وقيم قال صلي ركعتين وقيم أيوة صلي ركعتين وقيم الصلاة كيف صلي بيلحق الشباب يعني تسنن إذا بتسنن أو قرأ قرآن دقيقتين يعني آمين وياك إن شاء الله موفقين خير وياك يا رب جبتنا مطر أجاكم هتان في الظهر ولا لا الله يجعل خير وبركة إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان لهم ويدخلهم جنات جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لا إن حزب الله هو المفلحون
قلع تذكارك. طيب بس السؤال شو اسمه الرسول كان يمازح اصدقاء صح في المسجد؟ كان يمازح بس وقت الصلاة الحين وقت الدعاء قبل الصلاة بعد الصلاة يقول مثلا يعني بعد الصلاة الله اعلم جزاك الله تراهم كانت حياتهم كانت حياتهم في المسجد صح فارس طيب ادري فارس على طيب طيب المصلين فارس لا فارس لأذن استغفر الله اخوي ترى دائما تعدى وقت الصلاة دعاء لك دعاء الحين دعاء كم دعاء حلو ان شاء الله قيم الصلاة نص ساعة أو زيادة قيم الصلاة وقول شغل السبيكر داخل طيب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاطلكم طلب غريب وهقول كلمة بس غريبة في تقديمها. أتمنى للكل جالس قدامي يغمض عينه أثناء الكلمة كاملة. الكل يغمض عينه، ما أبغى أشوف واحد عيونه مفتوحة. تكفى يا سعد، يلا نغمض عيوننا. ثلاثة، نغمض عبد الله. ثلاثة، اثنين، واحد. تخيلوا إنكم وصلتم لآخر يوم. الله يجزاك. وصلتم لآخر يوم من أيام العمر، وأنكم مقطوعين من شجرة، ولا ليس لكم أي إنسان على هذا الدنيا حتى يتصدق عنكم. وفجأة تفتحت الأنوار عندكم. نفتح الشباب بأن رجل طيب تصدق عن الناس ليس لهم أحد على وجه الدنيا. فهذه أعظم، هذه من أجمل الصدقات، من أجمل الصدقات أنك تصدق عن الناس مقطوعين من شجرة وما عندهم استطاعة للتصدق. الله عز وجل رزقنا بوقف ذريتي، فهذه جاتك فرصة عندك أن تتبرع على الناس اللي رحلوا من الدنيا ولا يملكون فيها ولد ولا أخ ولا صديق حتى يتبرع عنكم. فيوم القيامة ستأتي مع هذا الرجل واقف بجنبه متصدق عنه وذاكر الله. فأتمنى يا أخواني اللي موجودين هنا تبرعوا على نيات الناس. أنتوا صح منكم ما تعرفون، لكن تبرعوا على نيات الناس اللي ما لهم أحد، والله جعل في ميزان حسناتكم. وقف جمعية سمو ما زال باقي بإذن الله، حينقضي خلال الأيام القادمة. احنا تبرعنا على كل إنسان غالي علينا، أمنا وأبائنا وأجدادنا، ولكن لا ننسى هذه الفئة اللي ما لهم أحد بعد الله عز وجل. فهنيئة للناس اللي حتتبرع لهم، هنيئة لهم، هنيئة لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. هنيئة لمن ليس له أحد أن له الله سبحانه وتعالى. إيه والله. قبل كل الحمد لله يا رب العالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. السلام عليكم. خير كيف؟ عمرك. لا تدري وش كنت بقول لك وانا اصلي. استغفر الله. بقول لك انا اصلي وقول الله. اسمع، هو تدري ايش قال؟ قال غمض عيونكم. انا والله اني كنت واقف، كنت قايم زي كذا، عرفت؟
جيت بغمض، لا اسود زي كذا عرفت، قلت يا ولد انا اصلي. ثم ركعت حلو شوي، قال يلا غمضت كلكم، رفعت راسي بلتفت ابيك مغمض ولا لا. شيل مساعد يقول يا شيخ غمض عيونه، ساعد فتح كذا بنغمض، التوأم ينصب علي مسوي كذا عشان ما تفوت اللقطه، فتح عينه مغمض عينه حركات ملون طف طف من الحركات الازمار. عبد المجيد الفوزان عنده واحد مشغله عادي الحمراء ذي ما يشوفها اصلا. انت قلت تخيلوا بعدين، قلت تغمضوا بعدين تخيلوا انكم مقطوع من الشجره، بعدين تخيلوا انكم اخر يوم في حياتي. والله العظيم اذا قلت لكم شيء انا سلمت وغمضت، تخيلت روحي مقطوع من شجره صدق، يعني نخله مقطوع منها. اكتشفت حالك مخك اصلا انت خربان. والله اني اكتشفت حالك. هذا وين من الركع الاخير؟ تدري وين من الركع الاخير؟ هذا الركع الاخير زياده الخشب. تدري ايش الفرق بيني وبين عبد الله بن دفنه؟ حلو اني انا اسوي الحاجه هذه وافكر فيها صدق، بس ما اقدر اقولها، احس ان العالم بتقول ذا ايش؟ مجنون. انا والله راح اقول افضح روحه. لا انا ما دريت والله اني اصلي في الصلاه، ما انا قلت غمض عيونكم، هذا نزل انا ما شفته والله. من هو؟ عبد الله بن دفنه. نزل التشهد. قلت انا غمض بن دفنه قال. ما ادري اني استشهد والله. غمضت الركوع. استغفر الله، عاد شوف اللقاف انا وانا اصلي قلت حلو انا ما اصلح اغمض، قلت ناظر. استغفر الله استغفر الله. مساعد محمد. كان غمض فتح لقى الشيخ فاتح قال سكر يا شيخ. ترى شديد دفعه ونص كلنا دفعه ونص يا عمي بعد أدري. هذا في الصلوات وهذا في الصلاه. لا انا بعد أدري. ما لي دخل عبد الله بن دفنه مرفوع عنه القلم مجنون، لكن انا قصدي انكم انتم تغمضون. لا وبعدين شوف الكسالفه، يقول تخيل انك مقطوع من شجر واخر يوم بحياتك وجاك رجال. القصة غلط. أقولك شيء يا وائل، شوف والله العظيم اللي قلت له، أنت قلت أنا تخيل مقطوع، مش أنا تخيلت بتقول دخلت غابة. لا صدق لقيت برتقال. لا صدق صدق خش خف علي الناضج وقف. أيوه جيت أشكال مقطوع من الشجر. أنا بأمانة لأني بدالك قلت غمضوا، أقول غمضوا عيونكم، غمضوا عيونكم، تخيلوا لا تخيل أنك في ظلمات القبر. أي هذا هو اللي نتخيل. ومكان مظلم. أيوه أنت يا أخي يا خصك تصير جدي. كم تسوي صلاتك؟ وفجأة يولع نور. فتحوا لا بدون ما تفتحون صح؟ لا انا تسمعني بس اقول اللي عندي. انت وائل تراك مميز جدا بالافكار، بس انا لاحظت عليك شيء، الجديه شويه ما توصلها وعنده الجديه عاليه جدا. بس ايش السبب؟ يستعجل ترى غايب هو. انا متاكد ان جيتك الفكره قبل الصلاه على طول. وش في الصلاه جيتك؟ بارك الله فيك. في دار قبل الصلاه. نبه اسمع ها جزاه الله خير. اسمع انا اسمع عبد المجيد، تعال منيف اجلس بلا اجلس. عبد الله بن دفنه اللي جاب العيد منيف. منيف عبد الله والله مو حجه هذا جالي. عبد الله بن دفنه جاب العيد. شفت تشهد؟ قلت غمض عيونك فكر ما يصلي. قلت غمض عيونك عبد الله بن دفنه تشهد قال. انا قلت عبد الله بن دفنه غمض. ولد منيف اسمع لا هذا منتهي، احنا نصلي. ساعد صديقي تعال اسمع انا راكع. ساعد صديقي اسمع اللي تجرح منيف تعال برو اسمع انا راكع وفي امان الله. الا هذا قال غمض عيونك وانت تغمض بعد ما وانا غمضت شوي فتحت قلت لا ما له داعي. يوم رفعت من الركوع حلو قال غمض عيونك وجيت ابغى اتلفت بشوف العيال ايش يسوون، ابغى اشوف هذا ايش المقلب ولا شو. جاء مساعد قال ايش غمض عيونه حتى هو قال ايش غمض. انت مستوعب الفكره؟ جاتها بالصلاه وجاتها بالصلاه وقلت خربت عليه صلاته، خربت حلينا صلاته. لا شو اقول لك شيء؟ بقول لك شيء. لا والله قبل الصلاه والله العظيم اني بندفنه ما قال لي. عبد الله تعال هنا. والله العظيم اني بندفنه ما قال. اللهم صل على محمد. لا والله اني بندفنه ما قال لي، ولكن الغتره دي انت زايرك سارقها من رجل. اي انا قلت لك هرماني التوم سوي ذكي مسوي كذا انه عشان ما تفوت اللحظه. قلت منين والله اجلس امشي امشي بقول لك شيء. برد بقول لك شيء. اجلس النوم هذا واحد. والله يا عيال على طاري الصلاه عند عبد الرحمن. خلي الولد يكمل يا ابن دايس. يا اخي خطري ما قاطع. تعبان انا مريض، المفروض انك تركز معي. انا والله مريض ترى، ترى مرضني من فوق. الله يجزاك يا اسمع اعترف لك باعتراف فارس. يلا تدري ليش اقاطعك اكثر واحد؟ اللي ما غير بطاريه يجلس. يلا اوف احنا ما غيرنا بطاريه. اسس تدري ليش ما قاطعك يا فارس؟ تدري ليش ما لانك سوالفك تيم بالخصم على طول. لا لا والله ما في خصم، والله ما في. واذا طلع ترى بتجيني صدمه عاطفيه. لا اسمع هذا والله يا عيال والله في لا واحد. لا تحلف يا اخوي طب بدون واحد حافظ القران كان. لا اله الا الله. بس انه في عقله هلا رجع الله بخير وسوى مشكله مع الدوريات ومطلوب وكذا مره يقول يمسكونه عليه يمسكونه، ويجي يوم من الايام ويجون يطردون الدوريات. الطريد يطرد ما تطرد معاه ونيت مرتين. طريد يخش يوصل المسجد يوقف. اي ربح البرد ما بيدور. اي والله البطاريات البرد. اللي ورا يلا كمل حالي روح تفضل بسوي الحال. لا يا جماعه والله اني اتسمع فيك حتى لو بتضوي العيد. لا ما بيضوي العيد والله. انا قصه فنانه والله، انا قصه سمعتها انا. اسمع بتطول
لا لا خلاص قرب يخلص والله في نوم اقسم بالله. طيب تعال هالطارق هنا ارتاح يا ابو ملفي ابشر سمي والله تبي فروتي لا خلاه يزعج وصحي ونام سبحان الله اسمع وتزعجنا وانت صاحي وانت نايم ان شاء الله يجزاك خير ما زعجتك المهم ازعجتك وش اللي صار يومك صادق صادق والله نصدق ما عليك حق اليوم بها وشات المهم ويجي في الصلاه اللي مشاف العالم اذن والعالم في المسجد ويجي ويفك السبيكر والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد يقيم الصلاه جو العسكر قال ابوي ما لها داعي نسحبه من المسجد من المسجد قال خلنا نجي برا هم عارفين يعني ان حافظ القران قال الله اكبر ويقرا الحمد لله رب العالمين بالصوت الزين ويقرا جاي من سوره البقره طول بالصوره عرفت يوم طول بالصوره صار العالم اللي ورا طمنوا قال خلاص خلينا يخلص السلام والسلام الولد مرصص ايه المهم ركع قام سجد خلص الركعه الاولى جاء الركعه الثانيه يقرا سوره ثانيه اطول عرفت يوم ركع قام من الركوع سجد باقي ساجد العالم ورا ساجدين قعد دقيقتين ثلاث اربع اللي قام الصف الاول فتح عيونه طالع زي كذا الامام هج هذا اللي كان يطول بهم في الركوع فالامام عشان يتعبون عشان لا سجدوا ويبقى اقسم بالله اقسم بالله القصه هذه اللي حضرها واحد من اخواني الله يقول والله ما قد شفت في حياتي ثانيه زي هذا ادمي تحفه على الطاري على طاري المجانين الله يا رب يشفيهم اجمعين ويعوضهم خير الدين ودنيا قال تعال ريح ماسك اثنين مجانين بالمدينه هذا واحد ربعي يتكلم يقول حنا نصلي ومجانين بالحاره اثنين يقول حنا ساجدين سجد الامام امر يفتح باب المسجد يقولون واحد منهم يقول اقسم بالله اللي يرفع من السجود اني لحذف الحصات عليه يقول والله الامام والمامومين كاشخين سبحان ربي تعالى يا ولد عبد البدر يقول قاعدين والله اننا قعدنا الين دخل واحد وسكت وما عاد رفع له هذا ولدي طال عمرك صاير على حادث ومثل ما تشوف طال عمرك يده مبتوره ولا يقدر يمشي عطه ولا يستخدم الا يده اليسرى يا كلبها عطنا وانا اخوك لو كان شيء ينفعنا والله ادعي ربي ان رزقنا ورزقكم الله يعطينا ويعطيكم عطنا يا اخي الله يعطينا ويعطيكم واخر بس يا طيب السلام عليكم كيف حالك يا طيب عساك طيب يا هلا شلونك مثل ما تشوف طال عمرك قدر علينا وصار على الولد حادث مثل ما تشوف طال عمرك يديه مبتوره ما يشوف ولا يستخدم الاسراء في الاكل وفي الغسيل وفي كل شيء لا حول ولا قوه ورجله بعد مشلوله ولا يقدر يمشي عطنا من اخوك مما اعطاك الله وهذا تقرير مثل ما تشوف انا اخوك هذه من وزاره الصحه والله يا الغالي اني ما معي ابوك اعذرني ما معي ابوك العذر سموح عطنا من اخوك مما العذر سموح ما معي ابوك الله عطنا الله يجزاك خير العذر سموح يا الغالين حول هذا اللي هذا اللي اعوذ بالله قطعنا الزاوية هذول. شو رايك نروح محل هذا نصاب عنده فلوس ادري عارف يا رجل من كثر ما احنا نتسول صرت هذا يتنفس عارف. يتنفس فلوس اني كنت عارف اخ كنت عارف شوف يدي اجعتني كنت عارف ان هذا ما هم معطينا من كثر ما احنا نتسول صرت عارف فاهم الناس خلنا نروح نجلس اللي هناك اسمع يا حبيبي احنا نعرف وجه اللي يعطي واللي ما يعطي هذا وجه اللي بيعطي السلام عليكم سلام كيف حالك الطيب؟ الله يعافيك وشلونك؟ يا طيب مثل ما تشوف طال عمرك قدر الله علينا وصار علينا حادث والولد مثل ما تشوف يده مبتوره ولا يستخدم الا يسراه الحين في الاكل وفي الغسيل وفي كل شيء الله يشير عليك ورجليه ما يتحرك بها يا رب اعطاك الله انا اخوك خلنا نترزق الله خلنا نعالج الولد يا رب انك تشفي يا رب وانا تقني وزاره الصحه انا اخوك لا بدون ما تمسكه شوف من بعيد طال عمرك عيال في حاله انسانيه السلام عليكم يا طيب اصبر خلني اعطيك اي والله اعطانا خلنا نمس حواج الله يجزاك خير تستاهل الله يكون في عونك يا رب السلام عليكم يا طيب كيف حالك يا طيب مثل ما تشوف انا اخوك لا تحرك لا تحرك عشان يقول مشلول احنا مثل ما قلت لك انا اخوك احنا قدر الله علينا وصار علينا حادث والولد ابترت ايده شفت ورجله ما يقدر يمشي بها ولا يستخدم الا يده اليسرى وانا اخوك عطونا وانا اخوك الجمعيات ما معنا شيء يثبت الجمعيات انا اخوك وهذا تقرير وزاره الصحه طال عمرك اشوف اقدر لا من بعيد عشان احنا محافظين على النظام ما نقدر نجيبه
طب ممكن اقرا التاريخ بس تقريبا؟ لا ما يحتاج التاريخ، احنا اليوم في 10 اليوم. يا اخي حليله مسكين. طيب الله يعطيك. انا ما مستعد اطلب سود اقرا التاريخ لانه ما يحتاج انا هذا قدام عيونك انا اخوك. طيب ابغى بطلت حوارك عشان اطبق الاسم بس. لا طيب ايش يضمنني طال عمرك انك ما تسرق؟ اي نعم يمكن تاخذ بطاقه وانا ما اقدر اترك ولدي الحالة انا مبتور يديه. يا اخي حرام عليك عطهم يا اخي. انا والله ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله اعطيك بس ابغى تثبت بس. احنا بلان الله بواحد ما يعطيها الله فلوس، لكن الرجل تحطي تحرك مش هتبقى فطرنا عطنا اخوك بس بتثبت بس. الله يعطيك العافيه نشوف غيرك. طيب ادق على الجمعيه تجيكم البيت؟ لا 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 لا. طيب ايش رايكم اجيكم للبيت تثبت؟ هذا والله بنجيك بيت شيطان عمك بنجيك. اتحراكم هنا؟ ايه ان كانكم صادقين تراكم ترجعون. ايه بنرجع يا اخي. مساكين ضعاف ذولا يا اخي. انا ما قلت لهم مو ضعاف بس اني ودي تثبت بس تقرير بس. شوف حالته مسكين مقطوع يديه وجه اللي بيعطيها. الله يكون في عونه يا اخي. السلام عليكم. كيف حالك يا طيب؟ عساك طيب؟ شلونك؟ يا طيب اتحرك اتحرك والله يا طيب. طال عمرك مثل ما تشوف قدر الله علينا وصار لنا حادث، والولد بترتيده ولا يتحرك، اقصد ولا يمشي ولا يستخدم الا يسرى اللي تشوفه ما يتحرك بقى طال عمرك للحين، ولا ياكل لابها ولا يغسل لابها. انا اخوك مثل ما تشوف كاسر خاطري الولد، تري باي شيء طال عمرك نعالج به الولد. الله يعطيك وعلى تقييم وزارة الصحة. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير. لا 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 جزاك الله خير. حط حمك حط حمك عشان ما يبين لنا معنا شيء. اي صادق صح بحط ريال واحد بس. صادق صادق خش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فلوس اليوم صح. سلام عليكم. سلام عليكم. كيف حالك الطيب؟ دقيقة خلنا نتكلم عن أخوك. إحنا قدر الله علينا وصار علينا حادث وأنا أخوك، ومثل ما تشوف طال عمرك يد الولد مبتورة ولا يتحرك، ومثل ما تشوف ما يستخدم إلا يده اليسرى. والله ما يستخدم استغفر الله يده يده اليسرى طال عمرك، ولا يأكل لابها ولا يغسل لابها. مثل ما تشوف أنا أخوك إحنا ندور قيمة علاجه نعالج الولد، وأنا تقرير وزارة الصحة بدون ما تشوف التاريخ. الله يجزاك خير. الله يجزاك. ما تحرك أتحرك. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. عندي خروف. توكل الله معطيني ريال واحد حسبي الله ونعم الوكيل. نشوف ذا. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ العسل؟ عساك طيب. حنا يا طويل العمر قدر الله وصار على الولد حادث، مثل ما تشوف يديه مبتوره وحالته كسيفه وكاسر من خاطري، ولا عندنا شيء ناكله، وكل اللي عندنا حطيناه في علاج الولد ولا تم علاجه. ساعدنا الله يساعدك. كم بريال؟ ريالين ثلاثه اربعه خمسه مئه اي شيء. وانا اخوك هذا تقريب وزاره الصحه تشوفه قدامك بدون ما تشوف التاريخ طال عمرك. ساعدونا الله يساعدكم. ساعدونا عطنا وانا اخوك. جزاك الله جزاك الله خير. الحقره هذه فقران كلها فقران يا ولد. نبي حاره فيها كلها ريح عطر. يا هلا يا هلا جزاك الله خير. الله يكتب لك الاجر. مشكور يا طيب مشكور مشكور. حسبي الله ونعم الوكيل. معطينا ريال واحد. ارجع ارجع اترك الحارة هذه. الحارة هذه فقران كلهم. نتركهم يعني؟ ولا احد عطانا ريال ريال هذه. هذا 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 الوجه المطروخ لكنه بخير. السلام عليكم. السلام. يا طيب الله يرزقك. عطنا وانا اخوك ما اعطاك الله. دقيقة وانا اخوك. عطنا ما اعطاك الله وانا اخوك. ارحم امك رجال تعبان. عطنا الله يرحم والديك. شوف بخرب ويحط حضر الولد. احنا اللي بنعالج الولد. ايه ما ادري عندي ألف راس غنم. السلام عليكم. عطنا ما أعطاك الله وأنا أخوك. توني أعطيتكم قبل. يا أخي عطنا ثاني مرة وش هذا؟ اجعلها لله عز وجل يوم القيامة. الولد مثل ما أعطيناكم لله خلاص. لا تبخل وأنا أخوك. إن شاء الله ما احنا باخرين بس يا أخوك. عطنا الخروف الخروف الخروف. مشينا مشينا. الحارة ذي ما يعطون شيء. الله يذكره. صايدين صايدين. وصلنا وصلنا. واحد منهم مشينا مشينا الحارة. مشينا الحارة ذي. مشينا الحارة ذي. كذا وصل. أبوك قام حتى تسوي. يو. أنت بكا. شوف 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 شوف. تعال شوف كم طلعنا. تعال. خش خش خش. وصل 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 وصل. خش الفلوس. خش. خش. حط ريال بس ريال واحد. لا تحرك. السلام عليكم. كيف حال يا جماعة الخير؟ مساكم طيبين. احنا يا جماعة الخير قدر الله علينا وصار على الولد حادث، مثل ما تشوفون الولد مبتور ايديه ولا يتحرك ولا ياكل ولا يغسل الا بيده اليسرى.
ورجله مثل ما تشوف مشلوله ما يقدر يمشي. قدر الله علينا. وقيمتك كم قيمتك؟ لا لا حتى 500 كذا ننظف بالفاين. قدر هذا تقييم وزاره الصحه طبعا قيمه العلاج بدون ما تشوف التقرير طالع منك هذا من بعيد. لا عشان ما يضيع. ابغى منكم اخوك صدقه تعال لله عز وجل يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. تصدقون اخوك ترى ما فيها شيء. مثل ما تشوف حنا ندور قيمه العلاج الولد. ساعدونا وانا اخوك. الله يعطيني ويعطيك. عطنا وانا اخوك. الله يعطيني. بس تاكد منهم ترى شايفهم قبل شهرين يقولون نفس السيناريو بحد الاشارات. الله يجزاكم خير. تعال تعال تعال. جزاكم الله خير. تعال اخوي. رحناك رحناك. تعال اخوي. تعال مجيد. تعال تعال. تعال. هلا حبيبي الله يعطيك. اشوف. الله يرزقك يا شباب. عطوا الله يرزقك يا شباب. حسبي الله ونعم الوكيل. كم طلعنا كم طلعنا؟ ها؟ ادري اليوم كم؟ اتوقع حوالي 17000 اليوم. خلاص تصدق؟ السلام عليكم. تصدق ما بقى شيء؟ راح راح كيف حالك الطيب؟ ما يعطون عساك طيب. جمعية خيرية. وشو؟ هذه جمعية خيرية؟ يصيدوننا على طول جمعية خيرية. اصبر 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 اصبر. اصبر اصبر. شلون علمتني بالله؟ لا 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 مش خلاص وقف انا وقف. فرسان وقف اليوم دخلنا هذا اللي بيكمل تدري هذه بتبني العمارة الرابعة خلاص في ذمتك. اصبر اصبر اصبر. يلا يلا يلا. تصدق والله ما ابغى لك بشوي. اصبر اصبر خلاص خلاص اقدر اتصرف. وخ 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 وخ. شين تعال يلا تعال 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 خلاص بنختم عندي شباب بنختم عندي شباب. جاي مشهد تذكر لك. السلام عليكم. مساكم الله بالخير يا رب. المشهد اللي شفتوه من شوي كان رسالة مني ومن أبو حمد. كان رسالة مني ومن أبو حمد عن بعض الناس المتسولين بالطريقة الخاطئة. صحيح. عرفت؟ في ناس تدعي الإعاقة هي ما فيها إعاقة. في ناس يدعي الحاجة هو مو في حاجة. أنت ما تدري أنك تاخذ يعني تستغل عاطفة الناس أنك تاكل حرام. يعني تاكل حرام وتستغل عواطف الناس بالشيء الخطأ. أنت بإمكانك تكسب إذا كنت في حاجة. خلنا نفترض أن أنت في حاجة بإمكانك تكسب الرزق الحلال وبشغلات بسيطة جدا. جيب لك كرتون موية أبو نص ريال حطه قدامك. الناس بتتعاطف معك وتعطيك فلوس من غير ما تاخذ المويه. او اذا قيمه المويه نص ريال بتعطيك ريالين او تعطيك خمسه علب مناديل. كذا انت كسبت رزق حلال لو كنت في حاجه من عرق جبينك ومن غير ما انت يعني تاكل حرام. فهذا كان يعني بعض المشاهدات البسيطه. تزور يعني جمعيات التقارير. ايوه تزور تقارير الجمعيات الخيريه فاتحه بيبانها. نعم عرفت. لو هو صادق كان راح للجمعيه الخيريه مثل ما والجمعيه الخيريه ما تقصر فاتحه بيبانها. بس لانه عارف انه لو راح الجمعيه الخيريه بينكشف. هذا كان مشهد بسيط ما هو مرتب له. كان فكره ابو محمد. فكرتنا انا وصالح مو بفكرتي وبس. خذ فلوسك الله يجزاك خير. بس يا ابنك ليش بهند وياه؟ ليش ابتوا اعطونا فلوس؟ ابشركم طال عمركم. ايه دقيقه ابشركم قد حبنا بالعماره الرابعه والرجال قد طلع لها الكسس. ازر على طاريها مره جانا شحات بالحاره اثنين شحاتين علموني بالسالفة انا ما حفظتها. وانا وش سوى الشحاذين اثنين؟ واحد محاط دقيقة. طبعا هذا الكلام ما ينطبق على الكل. في ناس فعلا بحاجة وفي ناس فعلا عندهم اوراق رسمية. حنا نتكلم عن البعض. صح. البعض. صح. اسلم يا ابو محمد. اقول لك جاي المعاق يدف عربية بدف بعربية رفيجي يدف بالعربية من جنسيات عربية. الكاد شك وضعهم الشيخ. الربع اللي بالمسجد قالوا يا ولد خلنا ايه يوم طلعوا ونزلوا من عند المسجد يدفوا بالعربية نزلوا مع العربية قال يا ولد وقف. هو قال ولد وقف. ايه. يقول طرحنا السليمة معاق عجزنا نطرح. يقول متعافي طرحنا المعاق معاق المعاق. يقول والله عجزنا نطرح يا ولد. والله العظيم انه مشكله. لا بس المشكله سبحان الله ان ابواب الرزق واجد. ولا وتبي الصلاح متى يرتفع ضغطك؟ الله يا رب يرفع عنا الجميع. اذا جاك واحد متعافي ويدعي الاعاقه زي ما سويت الله لا يعاقبني. ترى انا قاعد اسوي مشهد بس والله. ها؟ اي قلت بس الكلام. وشو في انت على نياتك وانا على نياتي بندر على نياته. تدري شو المشكله؟ انا بروح امسك اشوف انت معاق ولا لا. ابى اقدمها عشان رب العالمين. لكن والله يا جماعه الخير والله اللي تقريبا 3 سنين اشوف رجع عندي شاره والله اللي رفعت اسمه. نعم صحيح. المخرج تدري شو المشكله؟ المخرج وشو قلت يا ولد انا دائما القاك هنا. المشكله ان خربوا على ناس فعلا محتاجين.
الناس صارت الحين تخاف. لا لا بس معليش ابو فيصل، حتى المحتاج انت محتاج الحين، خل اللي عنده مثلا قضايا كبيره وما يقدر. انا اتكلم اللي يبغى يسد حاجته اليوميه. صحيح يا اخي، علبه مناديل من نص ريال دي انا وانت والله ما نشتريها، ما احنا ماخذينها، بنعطيه فلوس احنا ما اخذناها. فينتهي اليوم تلاقي علبه مناديلك قدامك وانت ماخذ فلوس برزق حلال ومع نارك جبينك، لان مجرد نيتك انك تبيع هذه يعتبر عرق جبينك. يا سلام، وش تقول يا رجال؟ الشغل اذا اشتغلت انت برزقك الله، كلمتك تمد يدك للناس ترى هذه مي بزينه، حتى لو انك محتاج، الا اذا صدق محتاج شيء تقدم. انا الحين مره من المرات جنبي واحد طق تريد السياره، شوف شيء قلت لك بغسل سيارتي. انا هنا جاي مو علشان حاجه ولا انه يعني محتاج، بس مو بانه بيشحن، لا يشحن، ابي اشتغل وعطن على شغلي. صح، وقلت دوك خذ فلوس وروح الله يستر عليك. بس بشكل انا عام انا يعني انا دريت انه جاي محتاج، مو انا اخليهم ينظفون. بس بشكل عام سواء صادق او كاذب يعني شغل حلو، واما السائله فلا تنهر يعني دين يحثنا كذا. تدري مشكله ترى احنا في نوار الخير صرنا نعطي، احنا شعب طيب اكيد نعطي زين، صارت فلوس اللي يجمعونها صارت تجي ضدنا. هذه والله صدق انتشرت، خلي بقول كثير صالح. انا شهاده المثال اللي اعطاني اياه صارت لكن ما في الا الجمعيات موجوده. سلام، صح ولا لا؟ اللي بيعطي يعطي جمعيات شيء موثوق. شوف وانتهينا. اعطاني مثال خالد محمد تو يقول انه الناس اللي يجون ينظفون، خصوصا اللي ينظفون قزاز، تلقى معه فوطه ويارين شغله. هذا حتى لو قزاز تنظيفه اقول له نظف واعطيه عشان اعطيه. شفت هذا؟ لو ان رصيده ملايين بعطيه لانه عرق جبين. صدقت ايش مالي شغل فيه ان شاء الله رصيده وما مديده. صدقت يمكن رزقه وملايينه من الشغله دي. صح ترى يكسبون فيه. ابى راح اجيب الحطب. هو وجهك ابو حمد، هو وجهك ابيض على راسي. تبي كوره؟ راح اجيب حطب. روح جيب كيف والله بنجيب انا عبي العربيه الحين حطب. يا اخي عربيه ولا انجليزيه؟ بروح اجيب حطب. متى بتبطل سماجه؟ قل لي متى بتبطل سماجه. لا يعذب بالنار الا رب النار. طيب هذه الحديده ما هي بنار اصلا. ها؟ والله بالبندق حلو. ايه تعال انت تقول لا يعذب بالنار الا رب النار. طيب هذا ما فيها نار، هذه عصا حديده. اي بس حاره من جراء. لا ما هي بحاره، امس المس. ايوه كذا عادي يعذب فيها. ايش بتعمل؟ افنخ راسك. احبي لك يا ابو عثمان. يا حبيبي والله بس تقل خربتها لي. اصبر يلا تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اهدينا عاد بهالبرد. ايوه خربتها صدق. زيك يا حبيبي. يلا خليتها بندر مظبطنا اليومين دي ولا بجيك عشان تزين لي العمه ما ادري شو اسمها ذي. بنادر اهلا بندر، تعال اقرب وين تبي. مثلا اربع كاميرات، فانت هنا تحتاج 2000. المقدم يوميته مثلا بعد كل حلقه مثلا 4000 ثانيه، هذه 6000 وزي كذا، فيطلع الاجمالي كامل كم؟ 400000 اجمالي. هذا لما تكون انت يا راشد عندك شركه انتاج، انا اجي اعطيك ال 400000 تمام، وانت عندك المعدات التصوير وعندك مثلا فريق كامل من مقدم ومعد وزي كذا، فانت ال 400000 هذه كلها مربح لك، ما يطلع شيء منها. انا لي برنامج، خلينا نقول مثلا انا حاليا السنه الجايه عندي برنامج ثم بقيمه معينه، ثم تقريبا 200000، اللي لي منها 40000. طيب الباقي كله على شركة الانتاج. طيب تدري اني انا بعد البرنامج ان شاء الله بخصوص موضوع شركات من الشركات اني بدور شركة مناسبة لي زين. اموني بدور يا باشا شنو اللي جلمك شركات؟ الله يبيض وجهك. عفوا هم لا الزبدة يعني لازم ادب يعني الموضوع يصير في شركة. ليش؟ بضبط برنامج يوتيوبي وبضبط يمكن اصور افلام على اليوتيوب زين، وسكتشات على الانستغرام ولا اله الله. وموضوع ثاني افكر تفكير جدي اني اكون فرقه ترفيهيه، ويمكن يمكن يمكن يدخل بالفرقه اطفال الصغار. بشوف يعني تعرف اللي ترى فكره حلوه والله. فكره الاطفال تراها فكره حلوه، لاني انا
مو كنت بفرقة، قد تعاملت مع فرقة يعني زي الضيف حنا عند بالقصيم، والله هني ناسي وش الفرقة. لا فهمت، فأفكر تفكير جدي، أفكر من تفكير بسرعة. جدي جيب من دير ومعه بسرعة بسرعة، لا تحرك والله بطارك بدي فهم بدي لا تيجي بنا فهمت. أفكر تفكير جدي أني نسق يعني فرقة أعظم فيها مواهب، مثلا واحد منشد واحد كذا، يمكن يكون الفرقة من أخوياي اللي معي بزد رصيدك فهمت، فأحاول يمكن أدخل فيها أطفال، تعرف الله أطفال صغار أطفال تراها، بس إنها تعب ترى، يبي لها مدربة ويبي لها قروشة الحين، بس أدرس الموضوع أشوف هذا غير المشاريع اللي ناوي أسوي عليها. شوف المشاريع الإعلامية إن شاء الله بإذن الله إذا طلعنا كلنا البرنامج أنا أجيب لك مستشار بالموضوع هذا، أقسم بالله العظيم استغفر الله العظيم خشمك، شايف كيف أجيب لك مستشار، أنا كنت أستشيره ما تندم، تعرف فكرة إعلامي بشكل ما تتصوره، لأني أنا والله يا راضي أنا أقول لك تخيل يعني أنا دائما أقول كن راضيا أقسم بالله العلي العظيم أني أنا وواحد اسمه ماجد العبيلي بس صورنا البرنامج كامل، وكنا أنت عارف نجرب المعدات والله، وش الموضوع اللي صار، الموضوع اللي صار نصرنا نستشيره بكل شيء نبغاه، بعد ما استشرناه قالوا لي هاتوا المادة الإعلامية أبغى أشوفها، بعد ما خلصنا البرنامج أخذ المادة، طبعا أقول لك من كثر ما حنا عليميين تخيل جلسنا 7 شهور نصور برنامج مدة الحلقة 2 دقيقة وعشرين حلقة، مدة البرنامج كلها 20 حلقة، 7 شهور تصور، هذا دليل إن يعني ما لنا خبرة بالموضوع، بس إنه يعني ماشيين على استشاراته، بعد ما خلصنا قال أعطوني يعني شيء من البرنامج، أعطيناه سيدي وشافه، أخذ يمكن 2 يوم والله دقت علينا قنوات، دقت علينا قنوات، بس شوف الدق عليك تشوفك عليه ما تقول لك أنا أبغى أخذ البرنامج، ما تحط لك سعر باخذ، وحنا طبعا أي شيء يصير نكلمة، أي شيء يصير نكلمة، إلين ما جاتنا القناة الكفو عطيناها إياها، شكلها بتصفى عليها تدري ليه راضي. والله العظيم يعني مخطط على حاجات يا ودن، تقول هذا راشد ولا جوني دب، والله اني مخطط على حاجات واجد، وتعرف اللي لا قعدت هاجس اقول بعد البرنامج الحاجات اللي بسويها كذا وكذا وكذا وكذا، يا الله كيف اوفق بينهم وكيف اضبط الوضع، حتى ببالي انا مشروعين او 3 مشاريع ماديه غير المشاريع بخصوص الاعلام، فعسى الله يعين، انا وراي وقروشه بشكل ما تتصور، بعدين انا في كم اسم هنا من الممثلين حريص اني اشتغل معهم بالحين، من ضمن عبد المجيد ما هو والله ما هو مجامل عشان قدامي، هو يعرف معزته عندي بس مجال الشغل ما في مجامل حتى لو ايوه يا سلام عليك. زين انا في كم اسم ببالي حريص اني اشتغل معه لو اقل شيء سكتشات بالانستغرام فعلا، ترى هذه انا اموت بشيء ليه، لانك انت تطلع الناس تتحرى منك، فاي شيء تجيبه ياخذ يتقبلونه، اهم شيء انك ما توقف، تدري احس من العرض الاولى يعني الآن عموما الآن التوجه إعلامي هذا ما يختلف عليه أي اثنين، أنا مثلا أتكلم أنتم مثلا إن شاء الله مشهورين قدام المستقبل إن شاء الله زاهر آمين يا رب الله يبيض وجه، أنا كمشاهد أنا أتكلم عن واحد عند من ملايين من العرض الأول يا أتابعك يا ذا يا سلام، هل أنت مقبول لدي وشخصيا كاريزما ومحتوى ولا خلاص من ضمن الحاجات ولا بلاش لو تقدم وش تقدم من ضمن لأن إيش لا بس أكون معك مودي أسمع لا إنه أنا أخذت الفكرة أنا صح فلان إكس ما يصح أبدا صح جسنا أنا من ناحيتي مثلا متابعة هذه شيلها من رأسك صح، المشكلة مي بهنا، المشكلة إذا شفت أحد يتابع تابع هذا ما ضاقة الدنيا إلا هذا، يعني تابع فلان غير اني انا مثلا ما اقتنعت فيك لا بديت اعطي سلبيات وامشي واعطي واقول سلبيات ما يصلح كلام عنه، هذا حال السوشيال ميديا الان، هي الثقافه الزرع اللي تسوي الحليب اي والله احنا تعبانين اصبر تبغى حليب اي اصبر بقوم اشرب باغسل لا 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 وش تبي فيك لا ترقص ورا ما في كالسيوم بالمفاصل ما يسوي كذا عدم الكالسيوم والله ما يسوي ايش يسوي شيء هذا تدري شو انا ودي النار سرعه في حركه الدوره الدمويه والله جدي اذا بذبحكم بنزل الدلع تحت نبغى حليبي حليب لا تكون يا ليت وش اللي جاي فوجي هنا
بالله عليك منيف انا تعبان. قل ايش تبي؟ ايش تبي بس؟ ابي كابتشينو دراي تكفى 50% فوم. لا ستاندر 50% فوم. بالكامل صح؟ بالكامل ما في ستاندر. منيف 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 انا تعبان اطلب اي شيء. اطلب اي شيء. ابغى سبايسي ماك تشيكن. يا ولد حي الله المشايخ. لا ما طعم ما اقول يا منيف. هلا منيف. هلا شباب ابغاكم في مفاجاه لمنيف. يلا لي انا. قوم قوم اي قوم قوم اي جزاك خير. يلا دفنا غير خير سوا. يلا امشي امشي. يلا معلش طالعين. يلا خلنا عند خلي الخبز يعني ولا خلنا الخبز ثواني. هذا البراد هذا البراد. يلا خلي البراد باخذ منها طن قدام قدام. لا 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 الحبر امشي. انا سويت نفس رقد رقد هو عشان هلك مفاجاه ولا كان عنك. قسم بالله يا فارس اجي ايش يسوي ايش يسوي ايش هذا بي وش مفاجاه والله كيف هم مقلع فين. لا قبلها وش عشان ايش عشان هلك ولا كم تاخر شوي امشي دقيقه عارف دائما يجي في الوقت بدل الضايع. والله يا منيف مفاجاه. والله مفاجاتني ما اليوم يوم صوت العيال جيت مو شفت مفاجاه كذا ثبتي ايه مفاجاه قاعد من اربع ايام. والله بس وراك انت ويا مسويها من اربع ايام ترى عارفها ابغى اقدمها له بس تاخر الوقت. حط وضعيه تل متحمس مع انه منيف. تعال صالح وضعيه متحمس. يلا مع انه منيف ذبحنا بالبرد بس يستاهل الطيب. طيب طيب وصالح راح يطيب اللي جايب منيف وواير والمفاجاه راح تكون عالميه عالميه. يا منيف سالم سالم صفر شوي حال في مفاجاه صفر سالم مفاجاه سالم بدوه على الف حمي اسمع حب محمد اسمع حب اقول لك قبل شيء هذه المفاجاه الشيء الجاي ان شاء الله اللي بدنا الثاني اللي بيت يا منيف حط امنيه انا اسوي مهما لا تسوي يا ساتر مزيد ولا ينقص والحين بدنا خلي خلي نص دايره نص دايره نص دايره. ها الشركه مع الكيكه ديت تمام حط لنا الماك الصوره يقول الشركه مقدمه لك الكيكه دي فالف مبروك يا منيف. مكتوب مبروك للنهائي يا نمت. تعال 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 اصبر خلني 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 خلص خلني بس اول عندنا فكره حلوه. اسمع لا اكل الولد اسمع 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 لا اكل والله اكل والله اكل اصبر اصبر مسوي حركه اصبر 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 والله اكل. تعال تعال صالح صالح تعال صالح تعال صالح تعال صالح تعال اوقف امسكها 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 خلي منيف لحاله خلي منيف لحاله امسك وائل امسك تعال تعال امسك امسك زين امسك زين تعال هذه اللي ضرب تعال سوينا سيلفي لا 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 اصبر اصبر لا يا ابن الحلال لا يا اخي مو كذا مو كذا دقيقه وريك لا 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 مو تصورنا لا اخر شيء اخر شيء وقف جوان منيف منيف تعال هنا قدام عنده برش عنده برش جهته برش الله تصير من حلو وقف ولا خلاص يلا وايل انت ولاعه وحنا شبوع حنا شبوعين يلا يا كذا 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 لا لا منيف يا عيال لا هو ولاع هو ولاع هو ولاع يلا اخر شيء يا فيصل فيصل انت انت ولاع متحرك يلا بسرعه يلا بسرعه نزلوا راسكم كذا نزلوا راسكم كذا بسرعه يلا طفنا بسرعه ترى بردنا والله مهبه صدق لا في طريقة ثانية للتصوير هات لي الله يعطيك العافية جوا المحل نصور ناخذ لنا صور تعال يا راضي تعال يا راضي نبي هناك تكفى عندنا جلسة نسوي لكم قهوة تذوقونا زكي والله حلو ما شاء الله تبارك الله ترى انا شغلت مخي هذه كانت جاهزة لي قبل ينسحب الدرع صح؟ قبل ينسحب الدرع تعال هذه ضمانها من هذه هذه شاب الشعر يا عبيد يا لا لا يا لا لا اصبر 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 امسك 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 شوي اصبر شو ما غير رجع لا يا حبيبي يلا فارس فارس خذ دقيقة بعدين يلا يلا بعد دقيقة يلا انا اسوي بعيد خذ خذ صور 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 ها واحد واحد رجله طويله واحد صور ايش؟ صور تعال راضي يلا يلا اصبر انا بتصور انا بتصور يلا اخلصوا عبد المجيد طاح مجيد اختفي يا عيال مجيد تهنا يلا يلا اخذوا علي فيديو تبي؟ يلا يلا صور كذا يا صور نضربك لا
لقد قهرت يا الله يا جماعة يا جماعة تراني بوجه منيف من الخصم حتى حط كاميرا ثانية وجه منيف خصميف والله وجه لك الكيكة يلا اضغط ضغطة واحدة ضغطة واحدة يا علي الكيك يا ماري اول حاجه استاذن من الاداره قبل كل شيء عشان ما نكون احنا في موقف محرج تكفى زين ترى احنا معنا مسؤولين عن الفيديو استاذن من الاداره بعدين هذا ابصار صوره طيب يا حبيبي انا حبيبي مني في حب العصير المشكل مع المانجا صح كلنا بنحب تعال 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 صح كل شيء يلا صوره صوره عصير المشكل تعال تعال يا يا ما بحب برايس وتحب ذول يا منيف صح كل شيء برايس برايس تعال كل شيء يا توف بخصوص ان يعني بركن القصيمه حق اي منيف ولديه اللي جات واحد تعال منيف يا استاذنا الفاضل منيف يحب الفطاير يلا يا رجال تقسموا على منيف لا لا كذا قال انا عبد المجيد جانا يا ملعق ملعق واجد ملعق واجد يلا يا عيال ملعق ملعق سلامك اقول لك منيف يحب الشابوره اللي بالسمسم الله شيل 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 منيف منيف تحب الشابوره اللي بالسمسم كل شيء كل شيء الله يعيننا عليك مع انه ما ودنا امسك يا منيف كل شيء كل شيء بلا بلا يجعل خصم يجعل لا 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 اسمع هات كم كم اخذ عصير اثنين منيف يحب الكوكتيل منيف يحب الكوكتيل منيف يحب الكوكتيل والله عيننا جبنا شيء فارس في شيء منيف يحب ثاني رمان 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 مولود في تم رمان سبحان الله سره نخل الرمان رمان بدر رمان في شيء في شيء يحب منيف شكرا يا برنس شكرا برنس بعدين بعدين باقي خلينا نعود خلينا نعود بكره نجيب لك اي شيء تبي يا منيف منيف يا منيف يا منيف يا منيف انت الحين لك الاحتفال المفروض نشيلها يا باكلها من هنا صح نمر وصول الدرجه يا الله انا هذا نمر كيف منيف منيف يحب ركن القصيم يا منيف صح ركن يا منيف بتحب الرمان ايوه يا شباب منيف برضه يحبكم يا تعالوا يلا والله والله يا منير يلا يلا شوكه تخلي الخصم يعم الجميع يلا تعال تعال يا منيف يلا شوكة يا منيف تستاهل الكيكة يا منيف يا منيف تستاهل الكيكة يا منيف يا منيف أحلى حلاوة يا منيف يا ليلى دانا ودندانا يا ليلى دانا ودندانا يا ليلى دانا ودندانا يا ليلى دانا ودندانا يا منيف أنت حلاوة يا منيف أنت حلاوة يا منيف أنت حلاوة يا واكل انت الحلاوه يا منيف يا منيف يا واكل يا واكل انت الحلاوه 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 يا عيال فيها دريشه من هنا شوف الحركه ايش والله العظيم تعال شوف تعال كل يا برش كذا 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 انت تهدم البنيه التحتيه ترى يا ليلى دانا لدن دانا يا ليلى دانا مولانا مولانا لا لا مو كذا يا عيال صاله شفتها مكتوب مبروك النهايه قبل الدرع ينسحب لا لا دقيقه انا النهايه ما عليك مبروك النهايه مبروك مبروك تاكد بيرجع ان شاء الله وبتكتب المبروك النهايه يا لا لا بقول لك الحين مبروك النهايه افا افا ايش في اول من يحتفل واخر من ياكل والله ما بضروري بعد مرضانين احنا خلاص والله ما بدي الهجره ترى في مين بالمسجد صار مثله صار يتحلطم مثل بارس يا لا يا شباب درب يا لا مبروك النهايه فارس فارس يلا روح روح شباب لا حد ياكل شوكه يلا شوكه مبروك 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 يا منيف مبروك الله مبروك مبروك الله مبروك 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 يا منيف مبروك مبروك ايوه مبروك مبروك يا منيف مبروك ايوه يا مبروك مبروك يا منيف مبروك مبروك ايوه هاي 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 فارس 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 اسمع
مبروك 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 يا منيبي اللي تحبونه فاشهد انك تستاهل يا منيف اشهد انك تستاهل الكيك وتستاهل اللي اطيب مني يا منيف هولو هولو بك يا هولو يا هولي بي يا ولد لا يا حالي بي يا ولد هلا هلا بك يا هلا لا يا حالي بي يا ولد لا يا حالي بي يا هلا هلا بك يا هلا لا يا حالي بي يا ولد لا يا حالي بي يا ولد يا منيف انت اكبر حالة وغيرك عاسه بالبالا يا ولد الحشاحش تابوها الدحاحش تم امها لعمرك تدخل فيها لا 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 ما عليك يا يا اخوي انت راح تدبر لك الحلا زين انا مسحب الدرع يا ولد 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 والله اني ما خليت ما خليت لا 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 والله انها حركه حلوه والله نعم والله نعم والله نعم يا هلا 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 كيف قرطي يا كيف قرطي يا ولد يا ولد تعال يا ابني ما يستاهلون نبيل شغل عفسه تعال استغفر الله لا 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 فر 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 انكسر مشان مشان شنو هذا؟ شب 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 تو تو 48 قلبي اللي تعب 48 ربع هم بالضبط اتحدى لا لا اسمعني روح تستاهل يا منيف والله تستاهل يا منيف والله تستاهل يا ربع يا ربع بك تنسونهم لا حولك القصيم لا تنسونهم ما قصروا ركنا القصيم مشكورين يا ركنا القصيم مشكورين يا ركنا القصيم تروح لنا ويجيبوا لك سردة ثانية وعشان ناكل شكرا حبيب تستاهل والله تستاهل يرجع والله تستاهل يرجع بالراحة بإذن الله تعالوا يا سالم راشد جيب العد ثاني حبيبي تعالوا 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 خلوا هنا تعالوا شوف وراك أخذتها يا عبد المجيد عبد المجيد أول مرة تجوزنا واحدة وأخذتها تعال والله جزاك خير والله شو يا شيخ الربع سعدنكم يا الربع بس هو زينتنا من اليوم نبدا بالجزء بجيء بالوزن مرتاح ولا الثالث اثنين او طب خشمه ها عيد تحب حب لا تاكله ايش بك علي حب الخشم والله افا يلعن ايوه رجوي افا يلعن الخوي وانت مجيء والله ان والله ان نجيب من انا والله يا ايش اسمه هذه جديده الربع وجه منيف يا عيال ايه تدري ترى ايه تعال تعال منيف 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 تعال تدري وش يصرح لك اوريك انا والله منيف اني مقدرك شوف على ارض الواقع بالصوره فوالله مهن علي شوف يا منيف مهن علي شوف يا منيف طلعت الولد اخوك شوف يا منيف شوف شوف طلعت الولد اخوك ما طلعت هبالي قلت يا منيف ولا تبالي اقدح من راسك يا انسان غالي وش هذا يا منيف يجي يغلط عليك حطه تحت ولا شيء والله بلا تقول وش هذا يا منيف حقر كمل يا الردي شكرا هذا النهائي حقر عبد المجيد النهائي ما ياكلها غيرك كفو كفو بيض روح هذي والله انك تستاهل يا منيف تستاهله تستاهله يا الغالي والله اقول عاد اسمعوا والله هذا اللي صار بجيب كوب اني يوم كنت بالقنفذه والله العظيم اننا كذا تقل مسيوق سوق اقسم بالله قاعدين ما احنا فاتحين بدايه حتى والله نقول للشباب ما ودنا نفتح بدايه ليش؟ لاني انا كنت متشبع انا فجاه سواق وحنا رايحين للبحر قال شباب خلنا نفتح بدايه ايوه انا سكت حتى طلع ابو كاظم مدخل والله العظيم انه هذا اللي صار يقل فتح طم دخلت وشوف الكاميرا تروح على منيف وتجي وانا ساكت وتروح وتجي من اللي كسر الدريشة يجي ولا جبنه والكاميرا قالت يا منيف ترى احنا نقصدك بس من بعيد يا منيف امر ينادي منيف قسم بالله وش خلانا نفتح هذه الحين لاني ادري انا المهم واقعد وناظر يوم انه عطاه الخصم اول صوره صورتها بسناب قايلين كذا عاد اي عجزت اسولف قلت يلا انك تعوض الصوره ابلغ من الكلام يلا انك تعوض الرجال يلا انك تعوضه اما عجزت اتحمل امر تدق علي بنت خالي وتقول لي تكفى لا تكلم ام عيال ام عيال تقول تكفى لا تكلم تراك ما انت بناقص
أمركت العبارة بتويتر مجيد طيبة الخاطر انزك يلا يلا لا بالله عليك خرق وجهك انت كاتب المجرود كتبت كيف يقام العدل بأداة من أدوات بأداة من أدوات ويعلم الله أني ماني بقصد يا الله جبت العيد يا مجيد أدري هذا واحد ما واحد ما فاهم ماني بقصد أنا أبو كاتب أقصد أنه أبو كاتب كيف يقيم العدل بأداة من أدوات الظلم ولا بقصد أنه أبو كاتب هو أبو كاتب هو عادل اي بس انه لكن الاداء مشكله اي استخدم اداه من ادوات الظلم صح ابو عادل والله العظيم بلاش والله انا تبي تسال المشكله اني موقف معه محلمني السالفه انا مع السلامه حبيبي لا يكمل والله لا اعززك سبحان الله يعني في بعض الاحكام تجي على المتكلم والمتلقي إيه؟ فانت كنت من المتلقي انا سامع اسمع له لكني ما وافقه ابدا ما وافقه لك دينك وليدي والله انا حسيت اني على طول حسيت اني تغريده قويه قلبي ظلم حسيت اني تغريده قويه عبد الرحمن طير يعني تعال شوكت شوكت تعال لا والله اكل مره ثانيه اي بدا ولا ما بدا يا يا جعل بالعافيه بدا ولا ما بدا اي على وشك ايه داري انا انه ما بدا تعال تعال هنا هنا هو 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 المشكلة اني ما اعرفها هو ايش بالك نقرت وجه منيف هلا به راشد نزل نزل البتاع عشان نعمه اوه ها لا امزح مجيد تعال هنا تعال ابو فيصل انت ما تجي فيصل النوم يا ابو فيصل الحين دقيقة بجيب الكوب جيب لي كوب معك أبشر حتى ما نصد هب لي كوب تيه ما هب تيه الله ها ما أقول كذا إيش يا أخي والله أتعلم كلام جنوبي أعلم كلام بس لا تريد الله تبغى نصد زعل يا زين البرد ولا هو دائما يا حبيبي شكرا لك ما هل هي قرسك اي ما بعرف يا اخي له لذة لا والله ما انا جنب مجيد والله الناس جنب نص ايه تدري وش نفسي فيه بعدين برد برد المشاعر يا جماعه ما هو برد تدري وش نفسي فيه محمد اسلم تدري وش نفسي فيه ليه رقده صح انه بيت شعر صغير حطه قدام لا شو اسمه يا اخي العام كان قدام ركن القصيم سابقا ونفتح شرعه كذا بس شب الضوء يا طويل العمر شب الضوء وشيد انا ومحمد المسعود وخادم ونمطرت ونمطرت على بيت الشعر ونهيجن مع منيف ونص ما له خليه يجي عادي والله عادي نتحمل صوتك ما عندنا بيت الشعر انا في بيت الشعر يعني نتحمل الوقت اللي من الحين لين يجي صوتك نتحمل الوقت ايه صح كذا كويس تدري وش هزين ما في بيت الشعر محمد العماني انا اسف انا ما احب سامحني شكرا يا الله شكرا يا الله نعتي ميس في جبن تعال كمل اللي جاب يقول في جبن تعال حمود تعال والله غلط تجلس والله غلط هذا ناقص عليه بس قصديره كيف لازم تشب لازم ايه. يا محمد تدري وش اسم بنت راشد بدري يا رب ما حد يشوف محمد سكت امك دافع فيها 5 ريال نعم والله والنعم حالك ايش ايش حيالنا حيالك عطني عطني فارس عطني عطني والله اني احب اسم بدريه يا رب الله يسعدك عيال 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 سال سال طالبك 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 فارس طالبك لا اله الا الله هذول من نفس الطبق الراقي مو نفسنا طبقه كادحه وشو شكرا من قبل امس تقول لي اهدى اهدى ايش فيك يا اخوي بالسياره اهدى اهدى ايش فيك اجلس يا زيني انا والله اني اخذ منكم ما تلحقني ولا تسوي شيء ابو هب لي كوب تي ابو يا اخي لا انت غلطني غصب انا داري تعال تعال بسالكم سؤال من اللي عنده الصيف زين واللي عنده الشتاء زين موضوعك شيء لكن الشتاء وش اسلم؟ انا اقول اسلم انا احب جو ابهار في الصيف اي على الجنوب غير للناس ايه للناس لانه يجيك الجو معتدل لا هو بارد قارص ولا بحر مر يعني تحب الصيف الجنوب احب المعتدل بلاك ما جيت الوسطى كلها بلاك محتمل والله انا للحين خايف من المدعنيه هنا انا للحين الجو معي تمام انا ما يكون في شيء اسمه صيف اصبر اصبر انا مثلك لكن قد مره جربت تشغل مكيف صار استشوار ما قد جربت شغلت ابو ولفي اول ما تشغل مكيف ما يصير استشوار حار الصيف وادرك شلون ادرك شلون والله اني اسوي كذا احيانا ياو الله يحر الصيف لا سيارتي سوداء وكرسي بندفن اغلى منها خاصه اذا جيت من الجامعه
الظهر طلعت الساعة 2 والله والله العظيم يا ولد قيل انا اطلع من الجامعة طالع ماركم بعض الاحيان تابع ايش تقول والله اثنين اسمع 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 اسلم انا اطلع من الجامعة طالع ماركم والله العظيم انا طبعا الترم اللي فات مأجل والترم ذا مأجله ما ليه ما سألناك عند راسك او الترم اللي قبل الترم اللي قبل ها رقد دوائي لا 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 الترم اللي قبل والله العظيم اني رايح للجامعه يا رجال اقسم بالله اني ما اشوف مضبط اقسم بالله ما جرب مضبط. هو جاي من جامعه القصيم صار انا ما اشوف من اخباره والله اخبار اقسم بالله اخبار اخبار والشمس مساعده على انا اقسم بالله ضباب يا الله شوف خلا مستورون اخوك عاد حر حر مكيف حر وفرد في استشوار قصدي وخرب مكيف في استشوار بعد فرد عبد الشيخ يلا حيه مرحبا مليون يلا حيه ايش حالك حي الغالي ايش من شافك لا قلت لك استرنا الحر وشته ونسيناك ما شفتك كيف حالك لا شو بقول لك حاجه انا نفسي شوف شوف بقول لك شيء اشتا اول شيء انا جسمي حار انا دمي حار ما تشوف الشعر ذا وعرق بسرعه انت بكرامه ايه غير كذا طول العمر بخصوص اللبس اقسم بالله ان اطلق يعني الناس اي موديل تساله تقول وش تفضل الصيف ولا الشتاء بيقول لك الشتاء لبسه اشتا لبسه على كيف كيفك غير كذا يا ولد بالنسبه لك مكشات وشب الضوء أنا الصيف يا ولد والله العظيم هي باختصار باختصار احنا عندنا اشتا في ضرر كل النواحي اشتا في ضرر صح لا بس تقدر توقع من الضرر يعني تلبس لبس ثقيل وخلاص يا سلام الصيف ما تقدر رتويت الكلام والله لو تلبس اخف القمصان فيك فيك الحر ما كيف تروح لمكيف احيانا ما ينفع اجلس والله العظيم بقول لك حن الجو عندنا في الجو في ابها قل قل عادي ايش يصير عصريه اذا غيمت وجاك ذاك من ايه يا خلق يا ظهر يا عصر تضبط معنا صدق اذا جاك الجو من الظهر بعد الحين جينا من الصباح بعد الحين من الليله اللي قبلها لليوم الثاني مطر والله يا اجواء عندنا وعز اشوقهم اشوقهم لا والله والله مستحيل وش دراك واضح من وجهك انك ضبط ما في قال لا جو الشتاء ما يقارب انا صغير 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 استرح استرح فارس استرح ولا بضربك تيمون شو يقول قالوا لك باكل بعدك طال عمرك قالوا لك باكل بعدك اعود الطبق الراقي ماكلون ايه ما شاء الله على طاري الحر ابو على طاري الحر اسلم الحر حر المشاعر اسلم اهل توقف احب يقول شيء عن المتنبي خصوصا لا 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 شوف 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 لا في لغز وفي شيء حلو لا ما نبي اللغز اتحدى حد يفهمه هو سالفه هي سالفه ابو جعفر المنصور كان يمشي مره وشاف شده الحر وكان معه الركب صح قال بيت وقال اتحدى حد يكمله وش البيت قال وهاجره توقفت بها قلوصي من شدة حرها ظهر العضايا وش قلوصي وش العضايا قلوصي اللي هو قلص جمع قلص اللي هو قلص اي وش القلص القلص ده اللي انا اللي اتوقع العضايا الضلوع كيف اوصفه والعضايا وش الشبك الضلوع. الصغير اتوقع الذي تشبكه في الموتر وتشيل عليه خط خط عد عد البيت عد البيت اي يا مرسول المتنقل خط عيد عيد البيت عيد البيت هو كان يمشي بالحر القلص وقف ربعه اللي معه عيد البيت قالوا هاجرة توقفت بها قلوصي من شدة حرها وظهر العضايا وش العضايا وش قلوص او شو لا ها قربت ترى انا ما سمعت السؤال قاعد اجاوب وانا مدرش السؤال هذا ابو جعفر منصور يمشي في شدة الحر مع حاشيته وتوقف ثم قال وهاجرة توقفت بها قلوصي من شدة حرها وظهر العضايا وش العضايا وش قلوصي العضايا العضايا تحدى أحد يجيبها عيد 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 وهاجرة وهاجرة توقفت هذه العضايا عصا هاجرة هناك عصا وهاجرة توقفت هاجرة الهاجرة شدة الهجير شدة الحر يقول وهاجرة توقفت بها قلوصي الهاجرة الحر شدة الحر ومن حرية قلوصي البل البل قلوصي قلايس اي يا سلام عليك قلايس السلام عليك القلوص ناقة واحدة تقلص لها كم من ناقة ايوه حاطين عليها العش والله رهيب طيب العضايا ما في الا قصدي العضايا ضرب جاب الابل ويقول هاجرة توقفت بها قلوصي العضايا طيب كمل كمل البقر من شدة حر من شدة دقيقة يا ربع خلنا اسمع وهاجرة اسمع بيت كامل وهاجرة توقفت بها قلوصي ومن شدة حرها من شدة حرها وظهر العضايا انعم واكرم وظهر
وظهر العظايا. العظايا الحر القيض. لا بتستغربون لو تعرفون وش ظهر. ظهر العظايا. الحمار. لا لا شدة حرها الأرنب. وش اللي ظهره قاسي ما يأثر فيها تلح. الجبال. الجبال لا الجبال. جربوع. قرب جربوع. يا سلام عليك. العظايا السلحفة جواب الرجال. ما يبى الصدف عليها قوي ومع ذلك الحر أثر على المجلس. اي بالله جوعان. خلوص الإبل والعظايا السلحفة. أنا وش يا عيال هذا المنيف. هذا ارسلوا لي ركن القصين. علف. استغفر الله. لا والله تو وديت الخروف والله مره جوع. اسمعوا منيف. منيف اسمعوا اسمعوا. اوه وديت رميت له هذا. طيب اعطيته شيء اكل الخروف. كيف نفسيته بعد الاكل اصلا فارس؟ كيف نفسيته؟ تكلمنا انا تعبان منك مريض بسبتك ابو نايف. ابو نايف انا ومنيف وذا ما تكلم. ابو نايف كيف نفسيته بعد الاكل؟ والله مسكين. اعطيته شوكه قاعد ياكل. جبت له مويه. طيب هز. ادري ايش يقول. ادري ايش قال. الحمد لله. ادري ايش قال في الحظيره. هز هز. دخلت ابو رش. ادري ايش قاعد يقول. تعال ايش جنبي. الله يرجع لي فداك. هذيك ليش؟ هذيك في شويتك. تدري ايش قاعد يقول؟ تاخر شوي. تدري ايش قاعد يقول اليوم؟ لا تدري ايش قاعد يقول اليوم؟ شو اسمه اللي جانا؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ سعود غربي. اليوم ابو غربي. تدري ايش يقول له؟ يقول له يا ابو غربي قال والله اول واحد جاني مساعد سلم على راسي. جاء مساعد قال انا. جاء محمد عثمان قال والله انا جيتك ثاني مره ورحت حضنتك. لا سعود. لا حبيبي قلت الباب سلم وسويت. لا 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 حضنتك ضميتك. شوف ليش هو قالها. ليش هو قالها؟ ضمني في محجر عيونك حبيبي. فارس فارس هو ليش قالها؟ انا بحكم سالم. ليش قالها؟ بسيط. ليش قالها؟ ليش قال؟ هنا السؤال. ضميتك. اسمع ليش قلت. طيب هادي هادي كلام ذا تزبير عبد الرحمن. يوم قال ضميت. لا قال سعود غلبي. ضميته عبد الرحمن طيري. يوم قال الطارق قلت له درس دق طارق. قلت اسأله ايش سوى الطارق. سعود غربي. سعود غربي كان يقول انا اغليت بسام اغليت مساعد. ليش؟ لان اول واحد جاء وحب راسه وسلم عليه. قال طيب وانا اول واحد ضمك. يعني وضع بسامي. لا انا قبل ما قلت انا اول واحد ضمك. طيب حتى لو قال ضمك بشير افضل السلام. وشو في انواع السلام؟ مصافحه. الاحتضار. سلام عليك. هذا من بعيد. تدري الشيء الثاني مصافحه. بالله اقول لك انت داخل صوت. خليك كمل مصافحه نسميها احنا. الشيء الثالث وشو؟ الضم. طيب صلي على النبي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. اللهم صل على سلام. زيد النبي صلاه. صلي عليه وسلم. تقول انا اجيكم حرا. لا اله الا الله. اسمع بطوبه بعد ولا على البحر. هيك شفت يوم نطلع من عندكم. يوم نطلع من عندكم انا ما نمت الين جاء الليل. يوم جاء الليل واواصل وانام 10 دقائق واقوم منبه بجولات من الفجر الين العشاء. يعني 8 يوم الساعه 10 10 يعني 48 ساعه ما نمت الا 10 دقائق بالحفل اللي فيه ختمه. ختمه الطفل. حاطيني انا والحلو ومحمد الذهلي قدام قدام وانا كذا داير الذهل. الذهل يسوي كذا. اسمع اسمع امر يجيني واحد من منهم اخوي عبد المجيد السلام عليكم والله احنا مقدرين تعبك بس تكفى لا تنام ولا داعي ضيف نايم بالصف الاول تكفى. والله ما هي حلوه يا ولد. ابشر والله تعرفون انتم اللي حط مناقيش هنا. وتكلمت انا في المسجد سفير سمو بدايه واعطيهم ذيك الكلمه صدق اخر شيء اقول كفو. ايش تكفون لحقوني جندي يقول ترى التبرعات عند الجمعيه لا تقول هنا ممنوع. يوم قال اذني ما مدى يروح هو يعني عطها وضعيه انك يجلس هناك بعدين. ايوه بعدين قلها. قلت له صح هو التبرعات الجمعيه. كله يطالع لانه ترى شهاده حق وائل والله العظيم شغلهم نظامي يا اخي. عندهم برامج ما شاء الله عليهم. تخيل في عندهم كتيب لقطع كلام عبد المجيد كتيب اسمه في رحلتنا. انا يوم قريتها في رحلتنا قلت عبد المجيد شاورتها كم جنبي قلت شيخ وش الاسم في رحلتنا. توقعت انها رحله المدينه رحله. تخيل في رحلتنا مع القران نسافر مدري ايش مع الصحابه. يا اخي عندهم اسلوب تعليم جميل جدا ما شاء الله. ما شاء يا اخي فصول العجائز. انا ما ضحكت الا على واحد في فصول العجائز. اي امهاتنا الله يطول بعمرهم. ضحكت الا على كرسي حاطينه لي ولاولادي. طبعا اللي ينجح هناك يجلس مع المتميزين وهنا كرسي مشاغب كرسي لحاله صغير كذا من الركن الواحد الطفل الشقي. طلعت هيك كذا قلت الله ذا شكله كرسي وهم يسمعون ضحكه اول شيء. جاء عبد المجيد الفوزان قبط قال طاعه ما ادري ايش قال. قلت له والله الكرسي الظاهر من عبد المجيد هذا. لا اسمع وبعدين انا كنت احسب انهم يعني حلق. خلاص بدا اروح على استراي. شوف الباب الخروف القفص. ها قفص وديت الخروف القفص. قفص قفص عفري كان جوعان والله مسكين مساك بالله. وهو ياكل تدري يا مجوش قاعد اسوي بغى تبكي. وش ليش؟ حسيت اني سويت انجاز والله يا صاحبي. ترى هذه نعمه من الله عز وجل انك تفهم علي. سبحان
شو اسمه سمو تدري تدري ان حلقهم فيها عماله والله قدامنا باكستانيين وهنود وناس عجم زين ومتقنين القران ومتقنين التجويد تبارك الله اطفال اعمارهم على 4 سنوات وخمس سنوات حافظين 5 اجزاء 6 اجزاء 5 اجزاء 6 اجزاء ما شاء الله تبارك الله وبعدين افكار عظيمه بس ما في فلوس باختصار افكارهم عظيمه بس ما في فلوس معناه انكم منفذينها ما شاء الله تبارك صراحه انها زياره شيقه جدا ما شاء الله تبارك واللي جذبني يا منيف ها اللي جذبني تخيل في دولاب العاب وحلويات الطالب اللي جاب عرسان يروح يقضي من الدولاب يا الله عبد افكار حلوه افكار جديده اقسم بالله في طفل عبد المجيد كان يقول لام فتحه لا لام فتحه انه يغلط قال الطالب درسهم انه وراني انه وراني درسهم وجاء عبد المجيد يبغى يجاوب عشان اطوح حلاوه عشان اطوح حلاوه عبد المجيد نيته خير انه يجاوب على الحلاوه دي ويعزها عليهم قام عبد المجيد قال عا فتحه قال لا عين فتحه عين قلت سبطان عمرك والله انا صحح صحح عبد المجيد طفل مصحح اذا اخطا ما شاء الله السلام ورحمه الله وبركاته طفل صحح عبد المجيد فوزان ولعبت معه في الزحلاقه بس شفت الطفل اللي دفن وخذ دوري انقهرت منه لا يا اخوي دوري والله كذا جسمه ما شاء الله زي منيف دفن وخذ دوري عندك هذا العصا 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 ايش بني اقول اصيل؟ ها؟ انا مريض وتعبان ومشارح علي وضاع بس بعلمكم شيء، انا قلت معلومات للعيال وبقول لكم اياها مره ثانيه لا لا تكفى لا اصبر ما سمعوها انا ما سمعت لا سمعت انت سمعت اثنين انتوا ما سمعتوا انا سمعنا خلاص سمعنا خلاص لا والله معلومه علميه لا سمعنا لا يا منيف ما سمعتها صل على النبي سمعنا رياض الله يجزاكم معلوم رياض الله وجهك اول حاجه اول مره انا اشغل مخي لازم اعطيكم حاجه مفيده عشان لا احد يطلع يا والله صراحه تشغيل مخي لحاله انجاز كفو يلا سمعنا والله تشغيل مخك فهمتوا فانا دامني سويت حاجه حلوه لازم انقلها فهمت طب بقول لك شيء قبل ما تقول ترى جمهورك قال لي بهذا الحرف قال لي يا واي في ذمتك اذا الادمي اذا جاب العيد صفقه خلاص بسلام وانا تراني لي يومين اتمرن شرع عصي ترى شرع عصي شرعت عصي والله لما قطك انت قال لب قلبه والله لب والله قلبه بس ما لا والله اسمع مني بالله المعلومه الوحيده اللي بتكلم عن لغه الجسد لغه ايش؟ الجسد حلو كفو هذه مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أبو بكر الصديق حلو كان يمسك يده فيقال أن المعلومة تصل خلاص إذا مسك أنت أثرت صح؟ بسم بالله فكان إذا مسك يده المعلومة تصل بسرعة بدون تداخل والله تكلم صدق هذا المعلومة هذا المعلومة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث مع أبو بكر الصديق كان يمسك يده حلو ليش؟ عشان يقال في لغة الجسد أنها تصل المعلومة حلوين؟ عندنا لو مسكت يده حلو اقسم بالله يا ولد عيب عليك على وجهك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سواه. الشيء الثاني في لغه الجسد في مدرس قال لي اياها نفس الكلام انا اقول لاني انا ما اذا كانت رجلك اليمين على اليسار وانت قاعد يعني حاط رجل اليمين على اليسار فيقال انك شخص واثق من اجاباتك اذا حتسال يمين على اليسار اليمين على اليسار اذا كانت اليسار على اليمين او انك تهز في رجلك زي كذا فانت قلقان قلق 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 اي فهمت حلو في لغه الجسد الشيء الثالث اصبر الثالث بقي الثالث خلي ما دام مو مفرد ربك لا ينقطع حب افكاري تكفى تكفى لا تقطع لا تقطع لا تقطع خلاص خطر الجول يا يمين يا يسار ما حط زي اللي قلت هذا ما ادري انت لك هذه لا يقلق ولا 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 خوف هذه دراخ الله يجزاك خير اسمع المعلومه الثالثه خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ادم عليه السلام حلو خلق من ايش؟ من طين من طين حواء خلقت من ايش؟ طلع عوج من ضلع عوج من ادم حلو فيقال ان الرجل يرتاح سبحان الله فتراب وذا يقول لك يرتاح تسحب شحنات ما ادري ايش حلو ويقال ان البنت ترتاح لا راح عند ابوها تحط راسها حلو على صدرها المراه ولا بنتي امي هي اختي فتحط راسها على من؟ على صدرها على صدر ابوها فهي ترتاح فهمت؟ هذه الثلاث معلومات بدي واحدة انا كذا قلت حقت العين رابع لا لا ما هي حلوه لا في عيد العين يقول العين العين اسمع بقول لكم شيء دامني اعطيتكم معلومه اسلم اقسم بالله لو واحد يطلب مني حاجه مفيده ولا يقول لي حاجه مفيده نخش في عينه احمد ربك باقي مبادرة تعال 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 انا عندي بعد معلومات ممكن اقول اصبر اصبر هذا ولا مبادره باقي ما قدمت صح ها بعدين انا تعبان ابو شاحلي عندك فوزان والله ابد شو اسمه؟ بلغة العين كذا إذا نظرتك كذا أنا أنزل وجه مناظر كذا هذا التشكيك فمتى ما سولف مع واحد سوى كذا ترى عشان يشكل مكان لو بجزء بسيط إذا كنت تسأل مع واحد رفع عيونه فوق قاعد يسولف ورفع عيونه فوق متكابر عليه متكابر عليه لا مو متكابر يعني ما تخلص بسم الله شكل كلامك والله تخلص كلك كنت تحلل عيونك قاعد ينظف فوق قاعد يألف إذا وش إذا والله جيب العقل الصدق إذا هو يناظرك إذا هو يسولف معك
لبي. ممكن ناظف تحت عجبه الجزمه حقتك، ممكن ناظف فوق عجبه السقف، مو شرط انه شاك فيك. يعني بقول لك اي كلام يعني. إيه؟ عشان كذا قاعد يركز. شوف اذا كان ناظف فوق هو يسولف فعرف انه قاعد يالف كلام، ينشئ كلام انشاء. طيب اذا قاعد يعني طالع في النص قاعد يعطيك اذا قاعد يناظر بعين، فهذا الظهر انه دليل انه صادق وقاعد يستمر. طيب اقول لك شيء، هذه مو مجامله. امس كنا في غرفه الضيافه مع محمد ولد اخو منيف الله يرحمه. فمحمد اخطا خطا بسيط يعني، كان اخذ الصوره وضغط عليها فمسحت. توقعوا يا عيال يعني مسحت صوره مهمه. توقعوا خاله ايش سوى؟ توقعوا بس خاله ايوه لا خاله والله انه ضم وسلم على راسه واعطى واحده ثانيه. الله يجزاه خير، الله يجزاه خير. هذا هو اسلوب التربيه، هذا اسلوب التربيه. امسك وسو، هذا كلامك سليم. لكل سنه لكل جيل له تربيه. اي والله للامانه صحيح. يعني مثلا منيف حلو بخصوص اسف وايل انا مثلا بالاعمار اسف يا عيال تسمحوا لي. عبد الله عادي مثل علي عادي حلو. لا يعني ممكن انت مساعد بعد، انت لسه ما بلغت مساعد يا اخي. جيلنا لو ذيك الايام ينضرب، لو ينضرب الجيل الجديد محمد عثمان يجي حقوق الانسان. حقوق الانسان محمد عثمان. لا 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 اسف لا تبالغ. مو بالغت، مو حقوق انسان. لا مو حقوق انسان يا حبيبي. حبيبي فارس ما يبالغ، مو مساعد، مو حقوق انسان. بس صدق انا لو تضربني اروح حقوق الانسان على طول. شفت والله انت ما تروح حقوق الانسان. لا لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول انت تروح. والله انت ما تروح حقوق الانسان، انت تروح حمايه فطريه. اضرب اضرب يا فارس اضرب اضرب حقوق الانسان. روح لا مو حقوق الانسان. لا لا روح دمتها خلاص. اسف تعال تروح لسامح المصري. وايل صلي على النبي والله. منيف تعال بالله سؤال صدق، يعني نسال بعض صدق. يعني مثلا جيل مثلا اخوان الكبار ولا شيباننا ولا ذا، لو ننضرب مثل ما ينضربون احنا، انا اتكلم عن نفسي انا منيف ومساعد ولي، انا والله ما يتمرضون يتحملون. والله ما يتحملون. الله ما تتحمل. الحين صار الحين صرنا نعان لكل زمان، لكل زمان مقال. طيب عندي سؤال. تفضل. الجيل المقال هي بيجيب خلاص. الجيل الجيل خلاص بتطلع في حكم. بطلع حكم. هلا منيف رجع. عندي سؤال، عندي سؤال. الجيل كم سنه؟ 100 سنه والله الحمد لله. اول مره يا فارس 10 سنات نجلس مجلس نستفيد. انا اتوقع ان الجيل الجيل كم سنه؟ خمس سنوات. لا 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 الجيل الجيل 25 سنه يتجدد. يعني هذا الجيل، هذا الجيل مثلا ال20 الجيل ال21 متى الجيل كم سنه؟ 25 سنه في قارن. دقيقه انا اقول 50 و 25 بعد منها. لا لا سبع سنوات. سبع سنوات. سبع سنوات. سبع سنوات. انا 10. شوف 10 وش اللي كنت. انا شوف 20 25 25 50. انا سمعت معلومه. ايش فيك يا رجل؟ الجيل 20 الله ما تاكد اجل انا من جيل، لكن سمعت ان ال 20 الدوله الدوله السعوديه الدوله. دقيقه دقيقه يا فارس. من جيلنا هذا عزوز؟ من عزوز؟ لا لا خالد الحميد مو من جيلنا. خالد الحميد لما يبغى يزعله يجيبوا له حلاوه بعود ولا بطاط. والله اضحك اضحك. الدولة السعودية. الدولة السعودية. دقيقة سؤال مهم. المشكلة انك قاعد تذب على واحد. هم كبار. سؤال مهم سؤال مهم. الدولة السعودية. الدولة السعودية. كم لها ما شاء الله تبارك الله. الله الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. امين يا رب. كم لها الدولة السعودية للحين؟ 1437 سنة. 54 سنة كنت دولة السعودية. تو يقول لكم التاريخ. مو التاريخ الدولة السعودية. 38 بعدين مو 37. لا أنا أقول لك مو التاريخ. لا لا هو التاريخ 38 احنا. قول والله. إيه. الدولة السعودية كلها. لا الدولة السعودية كم يا سلمك الله تقريبا 90 سنة أو 95. لا 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 86 سنة ولا 86 سنة. والله 86 احنا 87 سنة. 90 إلى 95. مرت بثلاث عهود. قصدك العهد الأخير ولا من العهد الأول؟ العهد الأول. من العهد الأول. السعودية الأولى. إيه. السعودية الأولى. لا 200 سنه يمكن. ايوه انا اكلمك من العهد الاخير. إيه؟ يمكن 53. لا العهد الثالث. لا لا الاخير الثالث. إيه؟ 83. الاخير الثالث 83 في اليوم الوطني 83 83 اليوم الوطني الجاي 84. هلا والله مرحبا. مرحبا ارحب حيا الضيف. حياكم الله كيف حالكم؟ راضي جبيل يا عيال والله حركات. اول مره اشوف ناقه كاشف من قال خشب. لا لا اهدى اهدى. ابغى اجرب الفرشه. والله والله واجرب الاماكن. والله والله بعدين المكان هذا لما تجي جنب جدة مقار خشب ثانيه تحط راسك عليه وتفليك. انا جدد احح ايوه انا جدد رجال بحذيان خلاص. لا لا خليه يطبق يطبق قاعدة فارس. حطه على صرصور. هذا 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 اللي هذا قال لك صرصور. بزر يقول يا بزر متسابق الدنيا يا ابو رجال. ريح الجيل تعبها.
قابلك هل العزة وقطع البيل حطتهم الدنيا في مناكبها مناكبها اللي شواربها طوال سنين سنين حتى تشواربها يا أخي هذه 70 مرة ذي نمعتها جد هذا ترى أنا أول مرة أسمعها يا عليك على الكوبرا أول مرة أشوف كوبرا زهري أمان شو واتلحوني يقول قدام أنا عزيز صديق وين أنت الله يهديني السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارحب ارحب مليون يا اخي اد ما لقيت تحدى الا سالم مخنفري سالم مخنفري مبدع بكل شيء انا بيك تسوي كذا تحداك تسوي زي وما تقدر يطوح غلط يا لا 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 يا حبيبي دام تدري في غلاك اترك العالم تقول اللي تقول ما علينا من سواليف قلبي اللي تحداني يوم يعود الأرض مرحلة البردان يلي تدفونا قلبي اللي تحداني يوم يعود الأرض مرحلة البردان يلي تدفونا وين أخلي وين أخلي يما صلى يطولها لأيامك أيامك اللي على الجنة توضيني صار الطويل ما لا شبيه ولا مثيل هذا ما حضرت تبدأ تبدأ يا زين الليل ظلام ظلام ما قال أبد سامر يبدو يزهر في السماء أبو علي ناخذ حركة حلوة الألوان ما يجو خلاص في شيء بقوله لبيه عزوز دحوم لأن مرة جلسوني برقة يا أخي أول مرة أشوف واحد يجي قوم ناصر حلمي جاء قوم يا أخي أنا الله يجرعتك على من زاد يقومك يا أخي جلسوني أنا من يوم شفتك لابس القبوع ذا إيه؟ حق بهلول مدري بابا من خالة ناصر الحربي احترم نفسك والله ما قصرت الله الله شو واسطة كبيرة من لا تنجل اصبر 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 الثاني لينا خليه عندك هواي هذا الثاني وانا اقول ايش كومك ابراهيم اول ثاني تطلع يا يلا بسم الله بسم الله يلا خالد خالته وصلت خالته انت حسبي الله عليك كنت مريض دقيقه يا خالد ابدا من ندخل خلي يبدا خلي يبدا يلا بسرعه ابدا حاجه حماسيه طيب اي حاجه حماسيه بسرعه يلا يلا بنظره من العين الرحيمه تداوي كل غبي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة أنا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجع وسلم للمقادير لكي تحمد وترجع ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر شاكر ألا يلا بنظرة تكون صابر شاكر ألا يلا بنظرة ومن أهل السرايا ألا يلا بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الجنس طيب مطهر ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا سهر ليل المحب صرا ألا أحبك كذا يا طير وقت ما تبغى تطير الطير بلا فيزا ولا عنوان صار ليل وهوى لا 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 لا
لا لا يا لا لا يا لا لا يا خالد لا تطول ترى والله الخصم أطول خلنا كذا أحسان صار عليه المحسان يا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا يا دانا سلمت قلبي اللي تهداني يوم عود الأواجم مرحيلة البردان يلي تدفونه وين ربعي وخلاني الله الله يا مرحيلة البردان يلي تقول قسمع ذي صباح الخير صبح الليالي صباح الخير يا مهلا لا 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 يا لا 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 يا صباح الخير يا خالد لو تدري اني اليوم بخير والعهد سالي أنا أشهد إني فرحان يوم شفت عيالي يا وائل يشهد الله إني لا رحت اللحن يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا بدر صدرني الحمولة الثقيلة مصروف المحبة صرت أغني على الله يا لدانا ودانا يا لدانا يدانا يا لدانا يدانا والمحبة من الله يا حبيبي يا زماني كفاني لا 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 لي الله يا زماني كفاني محظي كفاني الله قسمت هذه اللي يقول سود الليالي بالسهر لوعتني رهيب هذه برضو فيها الثاني هذه اللي حقتها انا هذه عجبتني هذه حقت فزق فزق قلبي هز قلبي هز طريق الصايف يهز اللي سمعناها راجعين المطار بلبل قول 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 وشو قول قول هز قلبي يا اسمع سامع يلا يلا هذا البط يلا 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 زيد رصيدك يلا حياك الله يا مرحبا يا مرحبا حسفي مقام رزين اليوم يا مرحبا قريب والله تكفى يا لا في شيء تبشر بس سعد السلام تحية الناصر اقوى اقوى والله ما حد اعطاك وجه مسجل هدف عشان يعطيك العافية حبيبي السلام عليكم مرحبا مليون الله حيهم لبي يا حبيبي ارحب ارحب ابو نايف لا تجمعه على ولا ابو نايف ابو نايف وين لبي يا عيني تكفى تكفى دقيقة يا عيال عيال دقيقة صل على النبي ابو نايف اول شيء ارحب ثم ارحب ثم ارحب الله يطول عمرك قلبك الله يسعدك اهدالك اللي صار ليت الجمعه وعلى ولا عزا وهلله تفرق دروس عظه اللي صار ليت الجمعه وعلى ولا عزا وهلله تفرق دروس بيض الله وجيكم مرحبا مليون سمي يا فارس اهلا وسهلا بمحبوبي وينور اصبر وينور يا اخي صبر انا شاز جاي يعطيكم العافيه جميعا بيض الله وجيكم طيب حبايبنا 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 اول شيء مساكم الله بكل خير ومرحبا مليون فيكم واحد واحد ونقول الحمد لله على سلامة حبيبنا وائل مجيد الغوزان وسلامة حبيبنا محمد الذهلي مرحبا مليون فيكم عبد المجيد مع الأسف ماينس 50 نقفل المايك شكرا يا الله المايك حقي خبار
انا انا اقول عليك سافرت معك. ها يا مهندس الصوت نخصم ولا ما نخصم؟ طافي طافي من البطاريه. وائل يقول طافي من عنده البطاريه. لا لا وائل وائل لا تفتر يا رجل. من عنده الحين اشتغل. انت كنت عنده ما تدري اصلا. اقعد الا شغف ايجار. اقعد اقعد. ها اسال. طيب مجيد انت ما شاء الله تبارك الله رصيدك عالي جدا ف50 ما تفرق معك. عالي مين كاشخ بالبرايه كل شوي. طيب استريح يا قلبي. مرحبا مليون فيكم. اول شيء 41 يوم قضيناها معكم كانت من اجمل الايام، وتقريبا باقي ما يقارب 60 يوم على نهاية البرنامج، يعني راح تقريبا الثلث ومرت مرور الكرام. كانت بصمتكم رائعة جدا في الأيام الماضية، وحنا ننتظر منكم المزيد والمزيد في الأيام القادمة. أنا ما أخفيكم، أنا والله مجهز لكم أشياء كثيرة جدا، ما بين تغريدات وما بين مقاطع خاصة فيكم أنتم وما بين مقاطع خاصة بالجمهور، وصلت عن طريق هاشتاج رصيدك لكم أنتم. عشان كذا إحنا ودنا نبدأ حامي حامي. إيش رأيكم؟ نتوكل على الله نبدأ. طيب خلونا ناخذ المقطع الاول اللي وصلنا من شخص اكيد عزيز على قلوبكم كلكم. نشوف. طيب اعطونا مقطع خلونا نشوف من الاول. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. يا لم الله اني فاقدكم. اي والله استمروا ويشهد الله انكم ابطال ونجوم، والكل برا يستناكم ويدعمكم، وانا باذن الله راح اتسلى فيكم هنا لين تطلعون من اول اللي يستناكم. استودعتكم الله جميعا. بعد قلبي مساء. هذا هو حبيبنا بسام المساعد. يا جماعه بالله وقف التحيه يا جماعه. يستاهل وانا معكم بعد. والله يستاهل. يستاهل يا ناصر. اسلم ان كنت تسمح لي. يعلم الله انها بالمصادفه هذه جتني هديه من بسام. كنت واقف هنا قلت ما شاء الله الساعه جميله، قال مقدم يا ابو فوزان. طبعا انا دائما المح بس لو جزاه الله خير ما قصر عطول اكرمني. هذه تحيه منكم انتم الحبيبه بسام المساعد، وفعلا زي ما قال ان لكم محبه وقبول بين الناس، فعسى الله يا رب يديمها من محبه. طيب ايش رايكم ناخذ مقطع ثاني؟ يلا اعطونا المقطع الثاني. هذا شبل من المحبين لكم اسمه عمر الفيصل المفرج من أطفال متلازمة داون، وعرضنا هالمقطع يعلم الله أن رسمنا الابتسامة. سمعوني أقوى تحية لعمر. يستاهل يستاهل عمر الفيصل. يشهد الله أننا نحبك في الله. الله يبيض وجهكم، وهو محب لكم، ويعلم الله أنه أصر إلا أنه يعرض المقطع هنا علشان يسعدكم. أبيض الله وجهه. طيب إيش رأيكم ننتقل للتغريدات ولا مقاطع الجمهور؟ حامي حامي. طيب خلونا ناخذ مقاطع. ايش رايك يا مخرجنا؟ طيب خلونا ناخذ تغريدات ونعطيكم بسرعه، وبعدها ان شاء الله ننتقل احنا وياكم للمقاطع. انا اعوضكم بعيوني بعد. تسلم عيوني. طيب اعطونا التغريدات. يلا توكلنا على الله. بسم الله. يلا بسم الله. التغريده الاولى، راضي زيد ابدعت بمبادره جدار الامنيات كانت جدا جميله ووصلت الترند. راضي تستاهل. التغريده اللي بعدها، بيض الله وجهكم يا عبد العزيز الزايد عبد الرحمن الزايد على هذا العمل الجميل، اعمالكم كلها جميله ان شاء الله. التغريده اللي بعدها، الراشد القحطاني شخصيه رائعه ومميزه ابدعت فقره صحتك وكانت معلومات مهمه وجميله استفدت كثيرا، كثر لنا من هالمعلومات. التغريده اللي بعدها، مبادره محمد عثمان عن الاحتضان كانت جميله وتصل الى القلوب لانها من قلب صادق عايش هالشيء، واصل وحنا معك وننتظر المزيد يا محمد عثمان. التغريده اللي بعدها، شكرا مجيد على فقرة السكري، عرفنا معلومات كنا نجهلها خاصة احنا يا مرضى السكري. الله يجزاك خير، واصل وجمهورك معك وعسى الله يا رب يجمع لهم
بين الأجر والعافية. عمر ملحم نبي وقت كبير لك تتكلم فيه، حق لنا نسمع منك الوقت الكافي في طرح مواضيع جميلة ومفيدة. التغريدة اللي بعدها: تربطني الخوة بروس المطاليق، ربط المحبة غير ربط العلاقة، واصعد برفقتهم على قمة طويق، واصد عراع النفاق ونفاقة. هذه من حبيبنا بسام المساعد اللي ودعنا في الأسبوع الماضي. التغريدة للمتسابقين: إذا نقل لك كلام خطأ عن شخص تثبت منه قبل أن تندفع وتسيء الظن، بالنهاية كلكم أخوان وبالتوفيق لكم جميعا. التغريدة اللي بعدها: نطالب جمهور مطيري عبد الرحمن بحضور جلسة شيبان، لأن عبد الرحمن شخصية المتحدث وراح نستفيد من القصة اللي راح يسردها لنا بإذن الله. التغريدة اللي بعدها: قدموا وأخلصوا النية فيما تقدمون، فالأطفال قبل الكبار يتابعونكم ويقتدون فيكم، احرصوا على ما ينفعكم، فالأثر الطيب هو الذي يبقى لكم دائما. التغريدة اللي بعدها: سالم الخنفري أنت مبدع، نبي نشاط أكثر من كذا، همتك إلى النهاية وإحنا معك يا سالم الخنفري. التغريدة اللي بعدها: مفلح ليه قليل تفاعله مع الشباب ويختفي كثير عنه ومقصر مرة في الفقرات، كيف قليل؟ نتمنى نشوف منها المزيد وشكرا. مفلح الجمهور مستحيل يتفقون على رأي واحد. خلاص تم، بيض الله وجهك. الذهلي سفير سمو، وائل سفير سمو، الفوزان سفير سمو، أكبر إنجاز لكم في هالبرنامج أنكم تمثلون سفراء الخير، بارك الله فيكم جميعا. التغريدة اللي بعدها: وصلوا البندر، أننا محتاجين نشوف رسالته في التطوع داخل القرية من خلال البدء في تنفيذ حملات تطوعية تفيد المتابع، وأولها الحملة اللي كانت البارح عن بنك الدم. بيض الله وجهك، ما قصرت يا بندر. نتمنى نشوف من المتسابقين برامج أو مسرحيات للأطفال، ترى بيستفيدون بشكل كبير منكم. التغريدة اللي بعدها: ممكن تخلون الشيلات والأناشيد بعد البث والجلسات واللعب والحماس يكون على البث، مو معقولة آخر ساعة كلها شيلات. طيب التغريدة اللي بعدها: خالد المحيميد، تمنياتنا لك بالتوفيق، وأنت قدمت رسالة بأخلاقك واحترامك، ونبيك تكون متواجد في البث أكثر وأكثر. من مازن الأسمري: ما كل من جر المواويل طربان، بعض البشر من ضيقة البال غنى، دعم صالح الزهيري. طيب التغريدة اللي بعدها: محمد الذهلي، يا ليت يكون آخر نص ساعة في البث تروح أنت والشباب، مو لازم الجميع، ونبي تقرؤون القرآن ويكون نهاية البث تكون كذا. وصلت؟ إن شاء الله. طيب التغريدة اللي بعدها: يا ليت تنبههم على بعض الأخطاء في الصلاة، مثل اللي ما يطالع موضع سجوده واللي حركته كثيرة تبطل الصلاة، من أمل الحافي، شكرا على هذه النصيحة. التغريدة التالية: اقتراح للمتسابقين، يا ليت اللي يطلع إبراهيم يقعدون معه كل واحد يقول له كلمة ما تتعدى الخمسين ثانية، أحسن لهم من فرفرتهم فيه في المحلات. طيب قدموا كل ما عندكم، لا تأجلون، ما حد ضامن استمرار النهائي، واحرصوا في اللي تقدمونه، فالأطفال قبل الكبار يتابعونكم ويقتدون بكم. التغريدة التالية: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنته طير رصيدك، وشكرا. طيب أنا ما أدري من المقصود فيها. فارس كاسر الروتين والملل، فعلا ما قدم ولا فقرة إلا أن حضوره على البث تفاعل قوي جدا. التغريدة التالية: صالح الزهيري زاهر لآخر لحظاته، مبادرات خفيفة ومؤثرة للأمانة. صفق يا فارس، صفق. التغريدة التالية من فايز بن جبيل: من شاء راضي ونعيم، نكتب على التاج ونغرد، والبرق نخايل مزونه، عذب وجزل ومتفرد بالتوفيق يا راضي زين. جود المقبل: رسالة لكل المتسابقين، كل عمل ولو كان صغيرا تقدمه لوجه الله هو مشروع مستقبلي ضخم، لأن الجائزة ألوان من النعيم الدائم في الآخرة بإذن الله لكم جميعا. فارس تمتلك خامة صوت مميزة ونقاط، ما أدري، لكن نتمنى أن تحفظ بعض الأناشيد والشيلات اللي ما قد أنشدتها، لأن دايم نسمع ربع أنشودة وما تكمل يا فارس. سمعتو يا بشيري؟ سمعتوا؟ أكمل شيلة اليوم. طيب التغريدة التالية: سالم تأخرت علينا يا حبيبي، يا مرحبا، تفضل يا حبيبي. رائعة بلدية الأسبوع الماسية، بنقاء قلوبهم وروح تعاونهم وحس الدعابة ووجوههم تبعث في نفس المشاهد أريحية تامة لله دركم يا أبطال. أتمنى من آل مسعود يلبي رغبتي وينشد أناشيد وليس شيلات. إن شاء الله إن شاء الله. طيب التغريدة التالية: سم بيض الله وجهه، رأيت بيضة حبيبنا. وائل خواجي من أقطاب البرنامج وما شاء الله عليه متفاعل من أول يوم، استمر وفالك النهائي يا ولد جيزان مع حبتين. التغريدة اللي بعدها: الشيخ بدر، يا شباب لا تفجعونا فيكم، وحنا الجمهور نقول يا رب ما ينحرف مسارهم، لأننا جمهور قناة وليس أشخاص، نشجعكم بس عند الخطأ نقلب عليك. هذه نصيحة متابع. برجس بن فهد: أخي عمر، أسأل الله العلي القدير التوفيق لك دوما والتميز والنجاح وفالك الفوز بإذن الله يا عمر الملحم. سم
ومصر فخامة جمهوره فخم دائما. طيب التغريده اللي بعدها، مساعد حماد عفويته وبساطته ميزته عن غيره، حافظ على رصيدك الثالثه ثابته وبالتوفيق للجميع يا. طيب عبد الخالق البخات حبيبنا ونرسل له اسمع سلام وتحيه، اتذوق الشعر كثيرا، سعد سبيع ومنيف الخمشي يمتعونك بالشعر وتطرب لهم، بارك الله فيهم. التغريده التاليه، نحن كجمهور نريد منكم الفائده، تحدثوا بما يفيدنا، ناقشوا مواضيع نستفيد منها، ولا زلنا ننتظر من مجيد حديثه عن جبر الخواطر. وصلت ولا عادي علق؟ اي علق تفضل. ترى انا يوم اني اتكلم عن جبر الخواطر مو بس بيكون حديثي، ولكن حتى بتصرفاتي، ما ادري هل لحظه افعال داخل القريه، ما ادري ايش قلت بشكل صح. هو صح. يعطيك العافيه. طيب نايف الروقي، عبد المجيد بن فوزان وفوزان ابك انت، قل لي من اللي بقى مفتخر فيك؟ عز الله رجال يفتخر بك مثل ما يفتخر بوالد، فالله يغفر له. تسلم يا نايف. نصيحه للمتسابقين، ازرع اثر طيب في النفوس، دع رساله تبقى حتى بعد انتهاء البرنامج، عش بكل عفويه، كن كما انت، بالتوفيق للجميع باذن الله. التغريده التاليه، نطالب منيف وسالم والمسعود يرجعون الجلسه، يلا من الصدق كانت توسع الصدر وتضحك، فقدناها الايام الاخيره. سمي سالم منيف، انا لي كم يوم كملوا وهاجره افا يا ذلعن. نعم طيب من كلامك. نعم طيب نواصل بتغريداتنا، الشاعر الخيال اللي جمع بين جزاله الكلمه وطيب الاخلاق وعذوبه الصوت، وجمع بين الجد والهزل، سعد سبيعي فالك التوفيق. منطاري البن علي، جلستهم لما يقرؤون قرآن ما ودينا تخلص ابدا، اصوات مريحه وطاهر السمع، نتمنى ان كل المتسابقين يشاركون فيها، لان حتى حنا نقرا معكم، وباذن الواحد الاحد لكم اجر كل حرف من القران قرئ، وعسى الله يجعلها في موازين حسناتكم. التغريده التاليه، سعد سبيعي طلعات الغريبه باخر البث تعجبنا وكسر الروتين لنا وله، نادرا يسويها ونتمنى يكثر منها يا سعد سبيعي باذن الله. طيب نبي من الشباب يتصلون يسولفون، كل واحد يقول مواقف عند جلسه عرقوب كرك بدون مقاطعات، ترانا نحب السواليف. دقيقة عبد المجيد، شو مكتوب فوق؟ شكرا يا الله. لكن تبشر بالعوض. تبشر بالعوض والله. طيب التغريدة اللي بعدها، مفلح المشعلي، أنت ما تدري عن حجم الجماهيري اللي وصلت لها، اللي وصلت لها حضورك في الهواء يضيف جو جميل ومرح، والله احتسب كل ضحكة كنت سبب فيها. الله يبيض وجيهكم، وفعلا أتمنى للجميع أن يحتسب كل ابتسامة رسمت على وجوه المتسابقين، وبإذن الله أنها في موازين حسناتكم. عبد المجيد الطويرش، تملك حضور قوي وعفوي، استمر بعفويتك وابدع، فانت تملك اشياء كثيره بجعبتك لم الى الان يا عبد المجيد الطويرش. بسم الله عليكم، بسم الله عليكم، شو الموضوع يا عيال؟ استاهل رؤيه السابق امرك. يعطيكم العافيه. عبد الله بن دفنا، عفويتك وبساطتك جميله والكل اتفق عليها، بس يا ليت ما تضوي العيد كثير، لانك الايام ختمت الاعياد كلها. طيب انتهت تغريداتنا كذا. طيب يعطيكم العافيه، ننتقل للخطوه التاليه، والخطوه هي المقاطع اللي وصلتنا من مشاهدينا الكرام لكم انتم. سمي عبد الرحمن. على طاري التغريده اللي جتني انا، ليش انا شفت الاسم اتوقع ابو خالد، اذا ما خاب ظني هذا عمي الله يطول في عمره، وكان من الداعمين لنا الله يسعده، ووجه له سلام. ما يضر وجهه. وشكرا وسلام وتحيه لجميع من غرد، سواء التغريدات اللي عرضت اليوم في مؤتمر الجمهور او التغريدات اللي ما عرضت، لكن باذن الله انها وصلت. ليش تغريده واحده لي يا اخي؟ انا عيوني لك يا حبيبي مساعد. انا حتى ما في تغريده بس. احمد ربك يا رجال. الحين ايش رايكم ننتقل للمقاطع اللي وصلتنا من المشاهدين الكرام، ويعلم الله ان المقاطع انها كثيره، واتمنى اني ارضي جميع من ارسل، لكن من غير المنطقي اني اعرضها كلها هنا، لكن باذن الله واحد الاحد اللي بتعرض فيها الخير والبركه. سمي يا سعد. اقول لي يرضي اخوياني يرضينا، الله يبيض وجهك، نفرح لهم، الله يبيض وجهكم جميعا. طيب وهم يفرحون. المقطع الاول جاهز. منيف صباحك الله بكل خير. صباحك بالنور يا مرحبا. يا هلا فيك. نوم؟ لا لا مسكر. طفشت من الفقره؟ لا 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 اختم. لا يا غناتي لا. بيض الله وجهك. طيب خلينا نشوف المقطع الاول. احرجني معكم ونرجع مره ثانيه. ايش فيه؟ يا مساعد ارحم ابوك. هذا بينك وبين مجل العربي. لا تكفى ظهري ظهري ظهري، ارحم امك ردني. ردك. لا بس يعجبني هذا لان غير مردد. صح. يا ولد رب بيتني محتل فقرات كتاب. بسم الله يا مساعد. تعال عبد الرحمن والله. اي والله العظيم. ربك هو اول انقرار تؤمني سعد. ثلاث ثلاث ثلاث. والله.
اكسر 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 يرحم امك ابو كاتب يرحم امك ما توقعتها والله لا والله لا هذا شكلكم حي جدا وفقره تشوف اولا مخليك ترمي الله يسعدك ساري اجي احسن غجابك بس يلا اسلم زبادي ياسر لا تحطه في الزباله سولف ما تنفع انت اسف اسف منو زباله لا 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 جزر الكرزي لا ما كسر ما كسر ما كسر لا 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 هو يتطرق ما كسر ما كسر ما كسر هو يتطرق هو يتطرق ما صار شيء من دم لا من ولا ترى كل اللي معي خصم عليه والله يصلح والله ينكبه والله ينكبه لا 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 خلاص 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 في كرسي ثاني تعال ابن دفنة عبد الله عبد الله والله ابن دفنة الكرسي كان كويس انت اخذته وطحت فيه وكسرته انا ما كسرته بالعمد والله انا عارف ها انا عارف اقول والله لكن مع الاسف هذا المقطع اللي خصم عليه ابو كاتب حق الكرسي انت ينطبق عليك المثل اللي يقول سبوق انت الغبوق كان خليته كان خليته والله ما فهمته بس احس انه سب لا لا مثل حلو صدقني مثل حلو صدقني مدح ولا سب لا لا مدح مدح شكرا طول عمرك الله ما ظن طيب يستبدل الكرسي انا عارف وجاب العيد وضو العيد على قولتهم اي والله طيب عشان الوقت خلونا ناخذ المقطع اللي بعده اللي وصلنا من المشاهدين يلا اعطونا المقطع التالي لا تلوث لا تلوث هذه إيه والله لا تلوث لا تتنفس أنت عشان ما يجيش لا مالك أنا أتكلمت والله قوية واحد مضبوط لا لا هذا مرتفع 296 الآن ما دام بهالنسبة هذه شو تسوي أنت تأخذ إبرة ما لقيتها تنام طيب تشرب موية تشرب موية لين تحصل الأنسولين إذا ما حصل الأنسولين إذا ما حصلت وين أنت عايش؟ مثلا تخلي برا مثلاً أنا فرملي فرملي في العزبة في العزبة تقعد تشرب موية تتجنب السكريات تمام النعثة المحبوب مثلا زي الكوسة النية إذا ما في كوسة طيب ما تكون حلبة مثلا عندك حلبة ما في حلبة مثلا ما في ما في إلا حليب شفت اشرب موية وشغل سيارة وراح الأقرب مستوصف ما يقدر يسوي تخيل أنا ما أقدر أنا ما أقدر أنا عندك حليب تموت خلاص هذا تخيل لا انا ما اريد انا ما ابغى حد بلا انكم انتم بسعاف الحين انا اقول لكم مرتفع بعدين تنكتون المقطع يحكي عن نفسه المقطع يحكي عن نفسه خلنا ناخذ المقطع اللي بعده يلا اعطونا المقطع اللي بعده هذا ولا مشاوره ما في وش مشاوره كيف مع الكراسي طيب اوكي السؤال راشد طيب سلك للمدير طيب والله اني احيانا لساني يتبرى مني اضوي العيد نفس اخوينا ولا طيب. طياره هنا طيب بيض الله وجهك ما يلحقنا شك والله طيب اعطونا المقطع اللي بعده فارس فارس ايش الموضوع يا فارس يعني كنا واقفين انا والعيال قلت يا عيال عندي لعبه سامجه لعبه وجد الفوزان كل واحد يطلع لعبه سامجه انا جات حقه البولينج ثم جات حقه رومي الفطر بدي ايش اسمه بعدين جات حقه روبرتو كارلوس محمد الدهري كان كوره روبرتو خاصمه اسلم في كوب كوب يحسب انه فيه مويه طلع فيه كلوركس شربه ذاك اليوم وصار الله يسامحك يا فارس انت ولعبك طيب خلونا ناخذ المقطع اللي بعده لا يا اخوي سكت انا في ذاك يا اخوي سكت انا اخو محمد اخو محمد بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابو عدو ام الشيطان لا 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 استعجلوا يا شباب استعجل ايش استعجل ايش هذا في يوجه الله يوجه الله وش الهرجة تفضل وين هون الله يلعب هون الله يلعب وين ابي بالي وين ابي بالي وين اشيل
المشكلة ان بعد النمونيه انا سمعت جلسة من الجلسات في بعض الشباب يقول انا دخلت على الاسد وذبحته والثاني مدري وش يقول ومسكت. ما هم معروفين صح؟ ما صار ابد ما صار. محمد ال مسعود ولا هو عمر الملحم بعد ولا الثاني بعد ابد ما صارت. طيب خلونا نخش اللي بعده مباشرة. اعطونا المقطع اللي بعده. عزبتي لا تشبين الله يذكر شبع الخير يا عزبتي لا تشبين الله يذكر شبع الخير يا عزبتي لا تشبين الله يذكر شبع الخير. حزنتنا معك والله يا صالح. لبيه اقول حزنتنا معك والله. اي والله يا ابو ناك لكن والله راس كل عوض يا ابو غنى. لا لا يبصر بالعوض وما يطلع الليله ان شاء الله لو هو راضي باذن الله. ابي الله يا ابو نايف انا مكتوب وما قص ناصر يا ابو نايف. هذه ام الجمايل. اي والله هي اللي تطرب جمايل مشهد ابو نايف. طيب لبيه تلبي حاج المفروض تكافئون انا وعمر انقذنا القريه من حريق. اي والله بيض الله وجهك والله والله صحيح. خلاص تمشي تعالي بعد شوف البنك وانا ارضيك بس كذا. اوكي طيب اعطونا المقطع اللي بعده. لحظة سحب الدم عشان تبرع باللي غيرنا صح؟ ايه انصح الناس ما تستقبل دمنا اصلا انتم ما بيحطوا لكم الا في البيطري ما بيسحبوا لكم عندنا. هات اللي يقولون عليها في منتصف في الجبهة. خارج الحسبة خارج هذا شوي تبرع دمه بالعطر ما يصير. لا اله الا الله دمك بالكرك يا صاحبي. حياة طال عمرك ودم بالكرك. حياة طال عمرك ودم بالمرجلة يا طويل. هذا يسحبون دمه ويبيعونه في الدخيل. ابن دفنا فك الشباب لسانك تكفى. طيب اعطوني المقطع اللي بعده. حمود تعال لا تكلم كن 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 تعال كن جالس معنا يا رب. تعال 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 غطى لي خلنا اعد المايك حقي. تعال تعال اقعد في صدر المجلس يا ابو عثمان انك ما تستحق من قاعدك في صدر المجلس. كثير كثير كلنا والله كلنا مشتاق. لا بس تعرف انت 40 يوم ما تشوفه. تصدق بالله انت اخوانك يعني يمكن قد شفته. تصدق بالله ولدي اني انا ما لمسته بيدي ولا شليته. الله يخليك. الله يخليك. عرفت هالمقطع هذا الرسالة واضحة فيه. اول مرة هديني ايجابي يا ابو. عسى الله يجمعكم في عاجل وغير عاجل من غير شر ان شاء الله من غير برايمات باذن الله. طيب اعطونا المقطع اللي بعده او صوره. طيب اعطونا الصوره. شد واحتزم جمهورك معك وائل خواجي من بيش او بيش بيش. طيب اللي بعده يلا اعطونا مقطع. محمد عثمان دائما ادعي لك ان شاء الله تكون المركز الاول. أنا من جمهورك الصغير. أوكي بس أود أثمان تأكل تمس وكل لحم. أوكي أخي محمد عثمان أنا عبد العزيز ولد أخوك محمد الذاري من اليمن. نوجه لك التحية كلنا فالك النهائي والناء النهائي إن شاء الله. وإحنا كلنا متفائلين من تفاؤلك وشعارنا دائما كلنا الأبناء كن متفائلا. يستاهل يا محمد
هذه مقاطع من المتابعين. سمي عبد المجيد اسلم. انا يوم كنت بالقنفذه كنا حاطينه بالصف الاول بس عشان التكريم، جاني طفل من اخر الصوف جاي يوم حط وجهه كذا بوجهي قلت هلا حياك الله يا قلبي، قال انا احب محمد عثمان، قلت الله يحبك. عسى الله يرحمك. توصل لك السلام يا محمد والله رب يجعلك من ذاك. الله يسعدك. عسى الله يديم المحبه يا رب. عسى الله يديم المحبه. طيب اعطونا المقطع اللي بعده. الحين معك يا فارس البشيري وكل الزهارين معاك وحافظ على رصيدك وان شاء الله ان تكون من افضل الافضل ان شاء الله، وهذه اسفل واحده معك ان شاء الله. يا ما تقلبني على راسي والله على راسي. بسم الله عليك. هالمقطع هذا موجه لفارس البشيري واللي قبله كان موجه لمحمد عثمان. طيب اعطونا المقطع اللي بعده. انا راشد الامارات من فارس احبه. والله تحية له والله. هذا من الإمارات يوجه تحية وتقدير الفارس. هذا حسد، هذا حسد. أنا لا يعني جمهور سعودي ولا إماراتي. رايحن فيها رايحن فيها. أبشرك إنك جمعت بين أبو نايف. أنا من جمهور والله عبد الله بن دهب. وأنا واحد من جمهور. لكن والله الولد الصغير أنا قلت على راسك والله. الله يكرمك. بلبه قلبك. إذا من جمهور صوروه وطلعوا فيديو هني. أي فيديو هو صوروه. خصوصاً نطلع أبشر الحلقة الجاية إن شاء الله. طيب أعطونا الفيديو القادم. السلام عليكم يا مساعد، نحب التصوير. أدل أنا أحب التصوير. أنا من اليمن، أنا عزام محمد الزعري. باي باي. لا اعطونا مقطع، اعطونا مقطع، اعطونا مقطع. والله اوع بالجاب والله. هذا عزام من اليمن. اطلع اطفال يقتدون فيني الله يستر. بس كم ينطون فوق. انا اقول والله لو ما تطلعون برنامج الا بمحبه الاطفال لكم هذا هو المكسب الحقيقي. الله قلبه. صلى الله يبيض وجهكم. اعطونا المقطع. هذه بدايه فازت بكل ميدان، هذه بدايه فازت بكل ميزان. أنا سجع لنيف الخمشي الملك سلمان يحتاج وقفة، الملك سلمان يحتاج وقفة. أصوت لمنيف. قبو على راسي والله. تستاهل على راسي والله. طيب أعطونا المقطع التالي بعد. فوق المراجل غيم ما تمطر اللاديم، تسكر رفاق يقيم طول الزهر يفون. والله عفا يرفاق نسب الزهر في باقة، المراجل سباقة والقمة تحيا القوة. عبد المجيد. تستاهل يا مجيد. لا قلبي ايوه. أول شيء يا قلبي، وثاني شيء عتبي على الشباب اللي حفظت الرشيد ومن اللي حفظوه. أنا أقول قولوا ما شاء الله تبارك الله على جميع الأطفال اللي عرضان في المقاطع السابقة. انتهينا من مقاطع الجمهور والحين جت المقاطع الخاصة فيكم أنتم، وخلوني أطلع أول واحد آخر واحد اللي صار بندر عليه. تفضل معي. نشوف المقطع مباشرة. شوف. طيب يلا ناخذ المقطع الحين، وهالمقطع هذا اكيد انه يهمك بس لو ترجع شوي ورا اقول لكم شاكرين. يلا خلينا ناخذ المقطع. هذه بنت انا احبك واشتقت لك، احبك مره يا ربي تفوز رصيدك. بسم الله عليها. عسى الله يحفظها اول شيء. اللهم امين. خليها لكم يا رب. اللهم امين. هذه من هي؟ وش تعني لك؟ هذه بنت اختي، طبعا انا ما عندي الا اخت وحده، وهذه بنتها. عسى الله يخليها لك يا رب. ايش تقول لها؟ اقول لها عسى الله يطول في عمرك، الله ما ادري ايش اقول الصراحه. طيب بيض الله وجهك، المشاعر وصلت. المشاعر وصلت. يا ناصر يعطيك العافيه. والله ان حنين والله.
شباب دقيقه بلا دقيقه، والله ان احنين من يوم لبس اليوم خروف سروال وبدله، والله ان عرفت انه بيض وجه ابيض، بس ايش دخل خروف بالموضوع؟ احنين على كل الحاجات. طيب بيض وجهك. طيب انا ابغى الطويرش اقصى اليمين. حبيبي يا حبيبي صرف له تحية. نشوف المقطع، نشوف بعد المقطع على طول. سام يلا خلينا نشوف المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إلى حبيبي والغالي على قلبي عبد المجيد الطويرش، وكلكم غاليين يا عبد الله. أنا أقول عبد المجيد مو هو هذا أنت أبدا، عبد المجيد ما زلت رسمي حبيبي. الرسمية اللي عندك كلها هي اللي قتلت المواهب المدفونة اللي عندك وقتلت حماسك. أنا ودي تطلع شوي عن الرسمية، تكفى اطلع عن الرسمية شوي واظهر اللي عندك للجمهور. يعني ما زال عندك الكثير، وأنا عندي ثقة تامة فيك إنك يعني راح تبدع وتتفنن أكثر، وراح يكون لك قبول أكثر. ولكنك مثل ما قلت لك محجر نفسك برسمية معينة عبد المجيد، تكفى نصيحة أخ، هذا وقتك وهاليوم يومك، اطلع تكفى وورنا موهبك وفالك التوفيق. عازم طبعا اترك لك التعليق. هذا ممثل اسمه عبد الله الخميس. ونعم طبعا انا تعلمت منه شيء كثير اخر مسلسل صورت معه، ولا انسى المخرج الكبير محمد الحميد يعطيه العافيه، وابشر بعزك يا ابو احمد. بيض الله وجهك. سمعت مساعد ايش يقول؟ ايش يقول؟ لا ما سمعت. قال اجل خليها مستوره، خليها مستوره. ايش قلت يا؟ لا ما قال شيء، ما قال شيء، ما قال شيء. تحيه يعطيك العافيه حبيبي. تحيه ما شنو جاي واخذ خصم علي. لا اسلم اسلم روح خصم عليك اسلم. ترى اليوم ذا ولا حدا الله يكفي الاشوره. امرك مدير الاعداد. بيض الله وجهك. هذه ما هي تحيه هذه والله. يعطيك العافيه حبيبي. بيض الله وجهك. طيب ما ادري ايش ترفع رجلك كبير فزني هذا ولا شيء. طيب ناخذ المقطع اللي بعده مع صحوا لي خالد المحيميد. تفضل معي. الكوره منبشر الكوره ما مثيلش. الله الله عليك يا مرحبا يا هلا. شوف المقطع يلا بسم الله يلا توكلنا على اعطونا المقطع. خالد يا جعل السعادة تكتسيك، والخير كله والأمان بين يديك، من طلتك كل المعاني تحتويك، ينساقلك حسن المعاني والبحور، ينساقلك حسن المعاني والبحور. هلا والله خالد، شلونك شخبارك؟ اشتقنا لك والله يا اخوي، وفالك التوفيق وان شاء الله للنهائي، والسلام عليكم. ما شاء الله تبارك. عائلة منشدين ما شاء الله. كلها عائلة. هذا اخوك. الله الله. ونعم، ايش تقول له؟ أقول أعلم الله إني مشتاق لكم بإذن الله، ما أرجع إلا أنا رافع رؤوسكم بإذن الله. بإذن الله، وأنت رفعت رؤوسهم أبشرك. الله يسعدك. يعطيك العافية. شكرا لك يا حبيبي. طيب، اللي بعده. تعالوا. تعالوا. 1 2 3 مولانا مولانا اشتقت لكم كثير، وادعي لكم الله ويوفقكم، هاكم على رصيدكم، وراكم اخوكم ملوك. السلام عليكم عزوز ودحور، اشتقت لكم كثير، وادعي لكم الله ويوفقكم، اخوانكم المركز الاول، ولا تنسوا تجربوا بين المرابطين من دعواتكم، اختكم سجلوا. حبينا. انا غلطان اعطيتك رقم امي. انا غلطان طيب. طبعا هذا اخوي. هذا اخوك واختك صح؟ اخوي عبد الملك طبعا اخر العنقود، واختي سجل لي قبل ما شاء الله تبارك الله. يحفظهم ويخليهم الله يبارك فيكم. باذن الله الحين عند امنيات باذن الله. يعطيكم العافيه. بيض الله وجهك. وحلوه رسالتهم، لا تنسون دعواتكم لجنودنا بالحد الجنوبي، عسى الله يا رب ينصرهم ويرجع لهم اهاليهم سالمين. طيب مفلح، مفلح المشعلي. مفلح تعال. دقيقة ولد
يلا عيال دقيقة الراس هذا في منطلاقة والشجاعة رويت 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 يا مرحبا الله يبقيك علشان الوقت خلنا ناخذ المقطع على طول مرحبا يلا خلنا نشوف المقطع اخوكم سعد الشهراني من دعم النجم المبدع مفلح المشعلي بقول لكم رسالتي لاخوي مفلح ولا المتسابق ورسالتي للنجم مفلح المشعلي احنا معك سواء في المملكه او برا المملكه ومن تركيا وندعمك باذن الله وانت قدام اما رسالتي لكم اخواني المتسابقين اسال الله لكم التوفيق انتم نجوم المستقبل شد الهمه الله الله بالرسائل المفيده أخاب من هو نصام مفلح وعده حزام أنا أشهد أنه حصان ولا الصعابي عدي حر يمينه تقلط فوق فرخ السنام يوم ما له مكان بخانة القردي سعد الله وقاتكم كل خير أنت كوف أبو سعد مجمل ربعكم جمل أخويا كلهم حنا واحتزم للثنادي وحنا معك أخوك فهد بن محمد الماكي الله يجعلني فداك من الاثنين كلكم طبعا أنا تعليقي الاول سعد الشهراني ومسي ونعم. بالخير هذا مثل اخوي من منذ الطفوله ونعم اخوي اللي مبطي وبيض الله وجه على كل حال والثاني الشاعر فهد المالكي ومسي عليه بالخير وهذا بعد مثل اخوي والله يبيض وجههم كل عام يعطيك العافيه الله يستاهل كل خير لا انت بنا علشان الوقت مني فالخمشي تفضل معي يا حبيبي يا الله يلا يلا خلينا نسمع عميق ابو يارا يا ابو نايف كلنا عينين براس اوكي ونعم الرجال هذا ختم زد رصيدك طلعوه ابراهيم الجاي والله اذا وافقتوا كلكم كيف لا لا يا مرحبا ما انخرب مني ما شاء الله ما شاء الله ما يطلع من القريه ايوه جالس هنا بيننا عطوا هالدرع يستاهل صح لساني صح لسانك طيب منير ايش حالك حبيبي علشان الوقت خلينا ناخذ المقطع يلا 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 اعطونا مقطع جاهل الدرع المرصع بالاصوات من كل شخص رخص لك اليوم ماله يا منيف ما هي لحيه الا الشراكات جيشك يجيب اللي عليه استحاله جمهور وافي في جميع المجالات ما خيب الهقوات في كل حاله الشكر الاول للبنات العفيفات يستاهل منا بيوت الجزاله واحرارنا لا شك وقت المهمات كل واحد منهم تبين افعاله نعم يستاهل منيف يستاهل على خشمك يا كيف حالك يا منيف عساك طيب يا حبيبي والله اشتقنا لك والله يوفقك ويسعدك وييسر لك وانتبه من الخصومات ولا تخاوي ذولي حقين المقالب بس يا منيف انا لزوم اتواصل مع ابو كاتم في مقاطع قديمه لازم يشوفها الله يعينك على الارشيف كله عند ابو عارف الله يوفقك يا حبيبي الله يوفقك وختامها بقول يا منيف تدري وش احلى شيء بدخولك لاشتقت لك رحت للشاشه وراعيك تستاهل بالتوفيق حبيبي تستاهل في الخير وبالتوفيق وفالك الاول ان شاء الله على راسي والله على راسي والله اربع اشخاص وش تعلق لهم الاول صح الله لسانك وبيض الله وجهك الثاني ولد اخوي عسى الله يخلي لك اللهم امين ان شاء الله هذول اخويا بالجامعه ماسكين علي مقاطع دمنهم ابي اتواصل معهم تكفى لا تدخل على راسك كذا خصوصا المطوع اليمين لا يفكون منه طيب تفتر بس الله يطول بعمركم ان شاء الله بيطول بعمركم شكرا لك يعطيك العافيه راضي 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 جميل راضي دقيقه 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 احنا نقول والله وانت تقول اي والله والله اي والله والله اي والله خلاص والله انتم انتم ما ينسولف يا مرحبا الله يحييك يا هلا مرحبا اخبارك الله يحييك طيب ناخذ المقطع على طول عشان الوقت اعطونا مقطع راضي ايش تشمك يا وطورك يشرب راضي ايش صلح قبل شويه يشرب ايش يشرب بمويه كيف كيف يشرب كذا راضي كذا راضي يشرب مويه ايه وش لابس وش لابس وش لابس وش لابس قبعه كذا هي كذا حلوه يعني القبعه الله لابس كل القبعه حبيته انت؟ ايه حبيته؟ ايه كيف صلى حبيت؟ بسم الله عليهم بسم الله عليهم بسم الله عليهم عسى الله يحفظهم يا رب يخليهم لك امين يا رب هذول عيال اختي ام البراء انس وعمر الله يحفظهم الله يحفظهم ويجعل لهم قرة عين لا يا رب بيض الله وجهك لا انت عيني من اليوم على الحين؟ وائل تفضل معي يلا اسرع تكفى وائل لا لا تحب وائل يلا
استريتك في عيني عشان الوقت بس يا اخوي جابنا تويتر هنا ايش نسوي يا سلام يا وايد يا خلاص الله يحييك يا حبيبي مرحبا يا اخي لا لا حبيبي وقف هناك يا كوكس شوكولاته وقف هناك والله يلا اعطونا مقطع تحدي الجنوبي يا وايد اخوي نقول له بالتوفيق يا بطل هذا انا اخوياي الاول اخوك من الحد الجنوبي في الحد الجنوبي جوا الله ينصرهم يا رب الله يفرجهم يا رب هذا 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 اللي نفتخر فيها الرسائل هذول العسكر اللي لما يشوفونه ويقولون ان احنا معاهم ما نسناهم هذا الرسائل اللي احنا نبغاها هذه هي اهداف البرنامج الله يرفع قدرك اما الثاني تركي ابنك هذا تركي ارد بس ارد على راشد هذا بتخصص راشد القفاني يعطيك العافيه بيض وجهك مرحبا مني الله يحفظك من اللي بعده يا والله صالح الزهيري يا مرحبا والله من التعزيز الله يبقيك ابو نايف حتى اخر قطره حتى اخر قطره سم تامر علي محمد جالك ده سلم ناصر والله عززت الكل بطل عشان عززولي بس طيب خلي باخذ المقطع عشان الوقت يلا اعطونا مقطع السلام عليكم مساك الله بالخير يا ابو محمد كيف حالك وشلون اخوياك كلهم عساهم طيبين اولا ابارك لكم جميع وهنيكم برضا الجمهور ومحبته لكم أنت وأخويا كلهم ثانيا أبارك وهني للقناة الرائدة القناة المميزة قناة بداية على برامجها الناجحة وضيوفها المميزين من مشايخ دين ومن نجوم شعر ومن نجوم إنشاد والله يوفقها ويوفق القائمين عليها ونتمنى لكم التوفيق وبشركم كن فايزين كلكم جميع وسلمني على اخوياك كلهم في امان الله اخوك حسين الزهيري الله يمسيك بالخير يا ابو محمد تمنياتي لك بالتوفيق انت واخوانك مشتركين ولكن اوصيك ونفسي بتقوى الله والصلاه حافظت على الصلاه زانت علومك الباقي اخوك علي الوهبي ويوسف بن عبد الله بن حطاني ناصر بن مجعود ونعم ونعم مليون ادري تبغى نعلق على السريع اول حاجه هذا اخوي الكبير والعراب حقي في الاعلام كله عسى الله يخلي لك يا رب والثاني علي الواهبي منشد يمكن اغلب الربع يعرفونه ونعم. هذا من رجال الاوفياء اللي قال باسمه في تويتر باسمي كنوع من الدعم اللي في النص ما اعرفه بسلامته لكن اوجه له تحيه واللي بعده ناصر المجحود صاحب كلمات كلنا سلمان بن عبد العزيز ونعم والله يبيض وجههم وما قصروا وجهك ابيض وانت تستاهل يا حبيبي تستاهل طيب بعد بيض وجهك طيب اللي بعده راشد مفلح عشان وقت انا ما عندي وقت والله للتوضيح بس اسلم اخر واحد راعي قصيده من نظره الرجال راعي قصيده من نظره الرجال ونعم ونعم مجحود ونعم ونعم مليون يا مرحبا جاني مقطع جاك مقطع يلا شوف المقطع على طول أرحب مليون وش حالك طيب استمر بإبداعك أقسم بالله أنك مبدع والجمهور كله يحبك ومعك والله يوفقك إن شاء الله فالك المركز الأول أكبر منك ولا أصغر منك هذا أخوي فيصل عضيدي أصغر مني بسنتين هو شبه يوزع على كل وجهك عشان يصير لك دقن أصغر مني بسنتين هو اللي ماسك حساباتي وهو أول الداعمين لي عسى الله يخليه لي عسى الله يخليه لك يا رب طيب اللهم أمين فيه مقطع باقي بعد صح؟ طيب أعطونا المقطع أعطونا مقطع عليكم رسالة جاءتكم من جمهور ومحبي قناة بداية من الصومال وموجهة إلى كل المتسابقين حافظوا على سددكم ثانيا حافظوا على العقود والعهود التي وقعتها ولا تعتدوها قال وأوفوا بالعهد
إن العهد كان مسؤولا وفي الحديث المسلمون على شروطهم. فرجاء احترموا قوانين البرنامج لأنكم والله قدوة حتى الأطفال صغار يقتدون بكم. شكر خاص للمبدع ناصر الحربي وللمتفائل محمد عثمان جمهور قناة بداية من الصومال. بداية أنت في القمة. هذول أهلنا وحبايبنا ومتابعينا في الصومال، نوجه لهم أسمى سلام وتحية، هم جميع المتابعين الكرام. طيب مخرجنا باقي مقاطع ولا لا؟ ناصر بطلع بس يرجع. طيب أنا قبل لا أختم في شيء بس بجيبه، أعطوني ثواني بس. ناصر لحظة حبيبي ناصر. كيف اندفن ناصر أنا. بسم الله سمع. ناصر أنا. أنت مكانك بالقلب يا حبيبي. نعم كان بالقلب ما يفيد. الله نطلع. طيب. سمع حبيبي. أي فيديو عادي، أي فيديو. أنا وجودي ما يكفيك. الله يرحم القلب. حرجني. أقول يرضي أي شيء عبد الله، جزاه الله خير. أنا من جمهور فارس البشيري وأحبه وأغليه. طيب أنا أبغى حبيبنا عبد المجيد فوزان. شكرا يا الله. تفضل حبيبي. أسف لازم أكشخ. يا مرحبا. شكرا حبيبي. الله يسلمك طول بعمرك. يا مرحبا. أول شيء تعال عندي هنا. أبشر. فيه دعاء. إيه. أنت دائما تصوره. يعني لك الكثير. سناب. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. للوالد. أبوي يوم تعب لأن أبوي كان يشوفنا نطلع من البيت، كان يشوفنا نطلع من البيت ويقول عسى الله يغفر ويرحمه. كان يشوفنا نطلع من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عاد يومي تعب وضعفت يديه، صار يكتبوا على باب الشارع علشان بحيث إنه يلمنه ما قدر يقول لنا، أثرنا نلحق عليه وحنا طالعين للباب. عسى الله يغفر ويرحمه. عسى الله يغفر ويرحمه. هذه رسمة من إحدى المتابعات مطابقة للرسمة والدعاء اللي كتبه الوالد، عسى الله يا رب يغفر له ويرحمه. وهذه هي وجهتها لك عشان تكون موجودة بالقرية مثل ما أنت دائما في بيتك الثاني، وأنت جالس تشوفها وتقرأها دائما، وعسى الله يا رب يغفر للوالد ويجمعكم فيه بجنات النعيم. الله يجزاه خير. عسى الله يرفع قدرك ويكتم. سالم وفزان بين الله وجهك. أول شيء الله يجزاك خير. شكرا. الله يرفع قدرك. وكتب الله أجر من أرسلها، ويعلم الله أنها غالية مرة، وطبعا هي مطابقة مرة يعني بصوص بيتنا كذا مرسومة بالباب وكذا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا حبيبك أبو صالح. عسى الله يغفر لك. بيض الله وجهك. الله يجزاك خير. بيض الله وجهك. يا حبيبي يعطيك العافية حبيبي. عسى الله أن خلف رجال. الله يطول. أي والله. الله يسعدك ويجزاك خير. ما شاء الله. ما دبر إلا طيب حبايبنا، أنا تمنيت أني أستعرض المزيد والمزيد من المقاطع، لكن بحكم أن الوقت ضيق جدا وعندكم ضيوف ما شاء الله تبارك الله ثقال ولهم وزنهم، أنا أترككم وودعكم بإذن الله واحد لحد موعدنا فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الجمعة القادمة. نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. يعطيكم العافية. Zit, 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 zit